أعزائي، أنا أنتظر أصدقائنا يحضروا معنا للمناقشة اليوم، وأعتقد الموضوع سيكون رائع ومفيد، خصوصا أنه إذا اختلفت آراؤنا الاختلاف هو شيء رائع وشيء جميل، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو أي مجتمع أن يتطور بدون التعارض في الآراء والأفكار والنظريات. يعني المجتمعات التي تبني نفسها على الرأي الواحد والفلسفة الوحيدة يعني هي مجتمعات للأسف أستطيع أن أسميها إما أنها تعيش مشكلة أو أنها متخلفة. إذا أن يحضر الأصدقاء، أنا فقط طبعا سوف أعطيكم أولا نبذة عن حياة كارل ماركس. من كان كارل ماركس؟ طبعا هو فيلسوف كبير معروف بأفكاره العميقة، معروف بأنه نستطيع أن نقول أنه أشهر فيلسوف في العصر الحديث. كارل ماركس ولد عام 1818 في منطقة فرير في بروسيا، وبروسيا هي جزء من ألمانيا الحالية. طبعا في تلك الفترة لم تكن ألمانيا دولة واحدة، وإنما كانت مجموعة دول، ومن هذه الدول بروسيا. الآن معنا الأستاذ فيدال. تحياتي صديقي. مرحبا عزيزي. أنا طبعا ممتن للاشتراك، وطبعا يشرفني الحضور في هذه المنصة. عندي مشكلة بالكاميرا، آسف، ولهذا الصورة ليست جيدة، لكن أعتقد الصوت جيد. الصوت واضح جدا يعني. ممتاز. نعم نعم، تفضل. أي يعني شكرا جزيلا على الدعوة. احنا نعرف هناك أتوقع مشاركة الباقين، بس إذا تحب يعني ممكن نبدأ بالموضوع أنا وأنت إلى أن يحضر باقي الضيوف. أوكي، شكرا صديقي. أنا سأكمل نبدأ عن كارل ماركس ثم نبدأ بالمناقشة يعني حسب الحضور. وطبعا تحياتي لكل المشاهدين الحاضرين معنا. فادا أنا لن أجيب على التعليقات لأنها كثيرة، لكن شكرا لحضوركم. فكارل ماركس ولد في فترة مهمة جدا في تاريخ أوروبا، أنه جاء في فترة كانت أوروبا تعيش بداية مرحلة التنوير. يعني هو ولد بالضبط بعد المرحلة التي انتهى فيها عصر نابليون. نابليون الذي نشر التنوير الفرنسي، يعني رغم أنه كان دكتاتور مستبد، ولكن أيضا نشر مفاهيم الثورة الفرنسية كالعدالة والمساواة والقانون وحقوق المرأة. يعني بدأ المجتمع الأوروبي في التطور في تلك الفترة، لذلك كانت ولادته وشبابه هي في مرحلة مهمة جدا من تاريخ أوروبا. أيضا التحق كارل ماركس بالجامعة في جامعة بون للدراسة من 1835 إلى 1836، ثم انتقل إلى جامعة هومبولت في برلين حيث درس القانون والفلسفة. ويعني عرف عنه أنه متأثر بهيجل. هيجل هو فيلسوف التطور في التناقض، أن كل شيء تناقض، وأنه بفضل التناقض نحن نتطور، وأن كل أمة تبحث عن روحها. هذه كانت فلسفة هيجل. ولكن كما سنرى فإن كارل ماركس سيحاول قلب هذه المعادلة، فيقول أنه التناقض هو في الواقع المادي وليس في روح الأمة كما اعتقد هيجل، واعتبر أن هيجل يمثل الطبقة البرجوازية أو الباحثة عن الغنى، الطبقة الباحثة عن الغنى، الوصول إلى رأس المال، يعني احتكار رأس المال. أيضا تزوج ماركس من الناقدة المسرحية والناشطة السياسية الألمانية المثقفة
جيني فون فيجفالن أو فيجفالن، وهي يعني زوجته الوحيدة، يعني لم يتزوج غيرها، وعلاقتهما يعني كانت علاقة قوية جدا، وهي كانت داعمة له ولأفكاره ولأبحاثه. ولا أعتقد أنه كان سيصبح كارل ماركس المشهور والمتعمق لولا جيني، بفضل جيني تفرغ للدراسة. الفضل يعني الكبير يعود أيضا إليها في حياته. وأيضا كان له دور كبير في المانيفستو الشيوعي أو البيان الشيوعي عام 1848. أهلا أستاذ زيرك، صديقي. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، والله لا بأس. جيد جيد، راح أكمل هذه المقدمة ونبدأ. أكمل نكمل على راحتكم، أنا أول مرة أدخل على البث يعني. نعم نعم. ف يعني عام 48 هو عام مهم جدا في تاريخ أوروبا، لأنه في هذه الفترة قامت ثورات كبيرة في أوروبا، في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا والنمسا، دول عديدة شهدت ثورات مطالبة بتنفير البرلماني وحكم جمهوري وحقوق. ورغم أن كثير من هذه الثورات فشلت، لكن كان لها تأثير كبير على أرض الواقع. ثم يعني لاحقا انتقل كارل ماركس إلى لندن عام 1849. وأيضا المحطة الأخرى المهمة في حياته هو نشر الجزء الأول من كتابه رأس المال عام 1867. وتوفي زوجته عام 1881، بينما توفي هو لاحقا عام 1883. هذه يعني المحطات الرئيسية في حياة كارل ماركس. وإذا ما أعرف أستاذ بلال يبدأ أو أستاذ زيرك؟ لا لا، أنا أسمع بلال، أنا أحب أسمع البلال. أوكي أستاذ بلال معنا، تفضل أستاذ زيرك. فضل. أنا يعني ما محضر للمادة، أنا إيش دخلت بلال بعث لي رابط، فالموضوع الحلقة كان عن كارل ماركس، هو الشيوعية صح؟ لأنه ثلاث مرات يستضيف، يبعثوا لي دعوة يكون أنا مشغول بها مع الأسف يعني. بس اليوم عجبني أدخل، قلت خل أشوف الجماعة شو يتكلمون، شكو ماكو، وما لحقت على مقدمتك على كارل ماركس يعني، بس من كلمت عن البيان الشيوعي. نعم، يعني ما هو رأيك في الموضوع؟ يعني هل تعتبر أنه الفلسفة الشيوعية ماركس كان إنسان واقعي أم أنه كان إنسان مثالي طبوي؟ ما رأيك؟ لا، واقعي مفرط في واقعيته، يعني مفرط في الواقعية. هو تقريبا على ايدين فيربخ تقريبا ماتت فكرة الميتافيزيقية، ماتت فكرة حتى هيجل بخصوص المثالية، لان هيجل هو تقريبا اخر فيلسوف مثالي نعرفه. بس فيربخ بنقد العنيف للاهوت وتركيزه على فكرة انه كل هذه الاديان هي انعكاسات لرغبات واشتهاء واحلام البشر، وما وان الاله خلق على يد البشر وليس العكس، خلق الإنسان الله على صورته. فاللي عمل به، اللي بدأ به فيربخ بوضع، يعني تقريبا هو كان عصر أستاذ سهيل، مو بهجت، أنا أول مرة أشوفك يعني. نعم نعم سهيل. سهيل نعم. كاكا سهيل، لأن أنا كردي فلازم أقول لك كاكا. خذ إشتراك زبيت. نعم نعم براي عزيز. فهذا العصر القرن يعني 19، 1800، ظهور موجات عنيفة من الفلسفة الموضوعية، فرويد، داروين، كارل ماركس، نيتشه يعتبر ميتافيزيقي، يعني نيتشه أيضا يعتبر آخر ميتافيزيقي عظيم، وانتهت الميتافيزيقية يعني. خاصة أفكار بوجود إرادة للحياة، أو مثل شوبنهاور إرادة، يعني شوبنهاور إرادة الحياة، نيتشه إرادة القوة، هذه كلها تنظيرات ميتافيزيقية ما لها أي إثبات على أرض الواقع. فالقرن 19 هو كان قرن الفلسفة الوضعية، وأنت تفتهم يعني شنو الفلسفة الوضعية؟ تجربة، الأرقام. ماكس بلانك يقول ما ليس ماديا لا أعترف به، يعني هو الفيزياء العظيم صاحب نظرية الكم. فهو كان ابن هاي الفلسفة، أرقام، جداول، معطيات يقيس بها حركة التطور هذا التاريخ. هو حول علم التاريخ إلى علم، يعني كان قبل تاريخ مؤرخين، أما هي فلسفة حقبية
يعني يتكلمون عن أحقاب يعني حقبة الفلان أو تاريخ دو يعني تاريخ ال شو يسموه القصصي الحولي 1910 حصل كذا 1500 وكذا حصل كذا هذا يسموه حوليات أو تاريخ حقبي حقبة هارون الرشيد حقبة المأمون فهو يا هذا يا هذا على إذن كارل ماركس تحول إلى ماتيريال يعني إلى مادة تدرس ومن توضع في نظرية فأنت من توضع نظرية تقدر ترجع للخلف وتقدر تتقدم للأمام هي فلسفة النظرية يعني التنبؤ إحنا من نضع نظرية نظرية التطور شو تقول لك التطور سائر إلى فلان اتجاه بدايته كانت هكذا نهايته أو تقدمه بالصيرورة راح يكون هكذا فالنظرية دوما تخلينا نراقب الظاهرة نعرف أصولها ونعرف إلى أين سوف تذهب ماركس مسك التاريخ بمادية تاريخية عملها علم هذا ما كانت موجودة سابقا من قال أن أصل الصراع هو صراع طبقي تاريخ الإنسان هو تاريخ بحث عن الطعام لا أكثر ولا أقل تكلم عن تقسيمات العمل اللي هي خلقة الطبقات وهكذا فماركس مسك التاريخ وعمله لأول مرة إحنا ما سمعين شيء أنه حوله إلى مادة تدرس تتوقع راح شيء يصير وبدايته كيف كانت بدايته كيف كانت منذ بداية التاريخ وإلى أين سوف يعني وين راح نوصل بهذا التاريخ فهو كان مادي جدا مؤمن بالمادية بشكل قوي جدا ممكن لأن هو ابن الثورة الفرنسية بشكل ما يعني خاصة أنه كان عايش بترير أو ترير المدينة الألمانية هذه المدينة كانت مستعمرة فرنسية وأبوه كان يهودي وعليه تصنيف أنه يهودي فممنوع يتوظف أيام الإمبراطورية البروسية أجى نابليون لهذه المدينة لغى كل القوانين الفصل الديني والعنصري قال أنهم كلهم أبناء الجمهورية هوس نابليون فكرة انعدام الطبقية اللي خلقها نابليون وأبوه توظف بدائرة من دوائر الدولة كمحامي واضطر علشان لا يفقد وظيفته المحترمة أنه صار مسيحي واضطر أنه يبدل إيمانه فتعلم من أبوه عشق للثورة الفرنسية وكان دوما يردد أشعارها يعني كانت هذه الفكرة مجتمع بلا طبقات لأن هو أصلا عانى من تمييز بسبب دمائه اليهودية وحتى كان أسود اللون كان يسموه العربي الأسود بالجامعة من كان يدرس أو المغربي كان مورك ها أو المغربي على يمكن أو الموروكي يعني أي مرات كان يسموه الموروكي إيه طبيعي لأن العرب اليهود ولاد عم يعني حتى في نظريات تقول العرب تهودوا يعني هم اعتنقوا الدين اليهودي ولا العرب الموجودين بالجزيرة هم عرب وتهودوا طبيعي يعني فهم والعرب مثل ما كان يقول دزرائيلي ما العرب قال يهود على ظهور الجمال على نفس الأصل نفس اللون نفس التركيبة نفس الدي إن إيه يعني ما يفرقون عن بعض أما هو يعني خلق تاريخ يدرس يتوقع وضع بنظرية إحنا ما كان عندنا نظريات للتاريخ ما نعرف هي يا حوليات يا أحقاب يا لكن أما تدرسه كعلم عنده شروط وعنده نظرية بحد ذاتها معناها أنه إثباتاتها نجحت يعني في قوانين تأكدها بس بالطبع مثل أي نظرية بها نسبة شطط طبيعي بها نسبة أخطاء وهذه هي عظمة النظرية أنه تغطي 90% من الظاهرة ما تغطي 100% وهذا بشكل مضحك وقت محمد باقر الصدر رد على الشيوعيين من كتاب اقتصادنا من كارل ماركس حكى على فائض القيمة فمحمد باقر الصدر ما يعرف الرجال فقال يعني حبة القمح اللي زرعها الفلاح والوقت يعني تفكير كلش بدائي يعني وتكلم عن اللوحات الفنية كارل ماركس تكلم عن رأس المال الفانتازي يعني أو الغير ممنطق أو الغير ممنهج إنه في أشياء أسعارها ما تتناسب قضية فائض القيمة وكمية الوقت والعمل اللي اشتغل بها العامل يعني اللوحات أسعارها ما تقاس بقيمة الوقت اللي يشتغل عليها هذه تعتبر من شذوذ النظرية تعتبر أنه قيمة خرافية كان يسميها القيمة الخرافية في أشياء مثل قنينة نبيذة بمليون دولار وهذه السوالف هاي ما تتبع نظرية رأس المال وقضية فائض القيمة إنما تتبع شيء يسميه القيمة الخرافية وأيضا هو نظر لها يعني بس قلت لك يعني محمد باقر الصدر رد عليه بجهل حكى على حبة القمح وكيف تنطحن عزيزي احنا ما نحسب هذا الوقت نحسب الماتيريال من تدخل بالمصنع هذا شو اللي يخص بالموارد الأولية يعني لكن هو كان موضوعي لأن هو عصره كان موضوعي هو ابن الموضوعية يعني فلسفة الموضوعية كانت السائدة آسف طولت عليكم يعني شكرا لا بالعكس بعد عندك 4 دقائق إذا تريد تكمل فهو شقين في فكر ماركس الشق
يعني هو في يعني ألتوسير يقول ماركس الشاب وماركس العجوز، قضية تعاطي مع التاريخ وعلم الاجتماع كان تعاطي موضوعي يعني. وزاد هو على فكرة برأ الدين من التخلف اللي عايش به البشر، قال لا موارد يعني أساليب الإنتاج نمط الإنتاج هو اللي يخلق الوعي، فالدين بحد ذاته راح يكون بالعكس خادم بيد السلطة مو هو السلطة نفسها. فتعاطيه كان يعني موضوعي ويا السالفة يعني ويا القصة، أنه نمط أو طريقة الإنتاج أو البيئة اللي يعيش بها الإنسان هي اللي تحدد وعيه، اللي هو كان قبل بالمعكوس. عد هيجل مثالي يقول لك لا أنت وعيك يأثر، لا كارل ماركس كأنه كان مخلوق أنه يعكس كل نظريات هيجل أنه يعكسها، يقول لك لا أنت مش ورقة بيضاء، أنت انعكاس للواقع، أنت عايش ويا نجارين طبيعي راح تكون تفكير من النجارين، أنت عايش بطبقة برجوازية راح تفكر مثل البرجوازيين، الطبقة هي اللي تحد أفكارك أسلوبك بالحياة رؤيتك أحلامك. هذا كان ما مطروح بس منطقي جدا يعني منطقي، ولحنا ملموس من لمس اليد يعني. أما اقتصاديا فهذا بحث آخر يعني، التفكير فكرة أنه الرأسمالية تنتهي يعني كانت فيها نسبة أخطاء يعني، يعني هو أيضا كان آخر حياته ما كان يؤمن أنه الرأسمالية سوف تنهار يعني، ما هذا اليوم هذا اليوم لن يأتي أبدا يعني، لأنه تتعلم من أخطائه وترمم نفسها يعني. نعم هي خاصة الأربع دقائق تتطور. نعم تتطور إلى الأسوأ عزيزي يعني، تتطور إلى الأسوأ إلى أشكال أكثر استغلال يعني، هي مش تتطور للأفضل هي تتطور للأسوأ. وده نشوف الآن الريفيلينج اللي دي يصير يعني الوضوح أنه واضحة جدا، أنه تشتغل تأكل ما تشتغل ما تأكل في كومباوند في كل شيء مدفوع الثمن، أمنك تحركك يعني حتى تجاوزت قيمة التعايش دعم الطبقات الفقيرة بدأت تنقض هاي يعني تتغول. فهي بالأخير مثل ما يقول كارل ماركس أن الصراع راح يكون بين المسحوقين كلش البريكاريا وبين الناس اللي عايشين بالأوربت يعني اللي هو قمة الرأسماليين الجدد اللي هم بيل جيتس وجيف بيزوس وهالجماعات يعني، راح تكون الصراع حتمي أكيد. شكرا عفو بداد تفضل أستاذ بداد. شكرا عزيزي سهيل. الموضوع حتى نفهم في أفكار ماركس وحتى نفهم الشيوعية بشكل أفضل، أعتقد أنه مثل ما ذكرت لازم نفهم فلسفة هيجل، فلسفة المادية أو الجدلية اللي موجودة في هيجل، النقيض والشيء والنقيض في صراع مستمر ويكون السينثيسيس الشيء الجديد. فماركس طبعا أخذ هذه الفكرة وحولها وطبقها على التاريخ، طبقها على المجتمع الإنساني وحولها إلى مادية جدلية وليس فقط جدلية. لكن هذه يعني ولو هي جانب مهم جدا من فلسفة ماركس، لكن طبعا هناك الأفكار الاشتراكية ويعني هي بدأت من عصر التنوير، بدأت تقوى من بالتنويرين الفرنسيين فولتير روسو مونتينيغرو كثير في يعني مونتسيكيو عفوا كثير في عقول ساهمت في وضع يعني أسس فلسفية للعدالة الاجتماعية، خاصة بوقت كانت الإقطاعية أو النظام الإقطاعي مسيطر على تقريبا كل العالم ما عدا أوروبا، أو خلينا نقول أوروبا الغربية والشمالية، والرأسمالية مسيطرة تماما على أوروبا الغربية والشمالية، والنظامين يعني ليس فيهم أي عدالة اجتماعية، يعني هناك ظلم اجتماعي هائل والأمثلة كثيرة. هناك فيلسوف مهم اسمه سين سيميون اللي أتى أيضا في بداية القرن التاسع عشر، يعني هذا يعتبر مؤسس الأفكار أو الفلسفة الاشتراكية اللي أثرت طبعوية الاشتراكية طبعوية الاشتراكية وحولها إلى فلسفة تشبه فلسفة الاجتماعية، يعني أقرب إلى العادات الاجتماعية الأفكار الثقافة أكثر منها، وحتى ممكن أن تكون قريبة إلى قوانين اجتماعية، ممكن تخفف من حدة وقسوة الرأسمالية اللي كانت موجودة بشكل كبير طبعا في أوروبا. فماركس أخذ هذه الأفكار طبعا مع وجود مثل ما قلنا المادية الجدلية، لكنه اتجه إلى فكرة اقتصاد، يعني وضع أسس اقتصادية لهذه الأفكار. أنا لم أقرأ أي شخص جمع ما بين الأفكار الاشتراكية
وتطبيق هذه الأفكار بشكل اقتصادي بحت. فأعتقد أنه تأثر بكتاب آدم سميث المشهور ثروة الأمم، وأعتقد هذا الكتاب جاء بنهاية 1800 إذا ما كنت مخطئ، 1776 نعم، يعني جاء إيه يعني جاء قبل فترة طويلة من ظهور ماركس. وهذا الكتاب أثر بشكل كبير على نظام تكوين النظام الرأسمالي في أوروبا، ومع أنه يعني ليس لا يصور الرأسمالية بشكلها القبيح، يعني آدم سميث يعتبر أعظم عقول الرأسمالية وأعظم عقول الاقتصاديين في التاريخ، حاول أن يقلل من قسوة الرأسمالية، فكان يدعم مثلا حقوق عمال ولو يذكرها بشكل بسيط وليس بشكل أساسي. يعني طبعا الأساس عنده هو كيف ينتج رأس المال فائض الربح، وكيف أن فائض الربح سيزيد الأرباح، وكيف أن هذه الأرباح راح توظف ناس أكثر، راح تحسن معيشتهم، راح تزيد رواتبهم مثلا. ففكرة أن رأس المال راح إذا نجح طبعا سيعود بالفائدة على المجتمع، على الأمة، على الحكومة إلى آخره. هذه الفكرة كفكرة اقتصادية، أعتقد هذا هو الشيء الذي حاربه ماركس بشكل أساسي بكتابه رأس المال. فنشوف، أعتقد أن أجمل شيء كتبه ماركس هو تحليل للنظام الرأسمالي، وتحليل رياضي، ليس فقط تحليل اجتماعي أو فلسفي. فيعني يشرح أنه حتى تسوي ربح فأنت يجب أن يعمل العامل شوية وقت أكثر، يعني حتى فقط مو فقط ينتج المنتوج لكنه يعطي ربح ويكون استراتيجي في السوق، فحتى تتغلب على باقي مثلا الكومبيتيتورز أو البضائع الأخرى اللي تتنافس معك، فيجب أن تعمل شيء أكثر ولو بجزء قليل. هذا الشيء الأكثر هو الذي سيجيب لك الربح، لكن هذا الشيء الأكثر يعني هذا أتى من العمال، سواء كانوا يعني عمال مبرمجين أو ديزاينر مصمم أو حتى مثلاً CEO أو مدير عام، هذول كلهم يعتبرون عمال عند الرأسمالي. الرأسمالي فقط هو يعطي المال، يعني هو لا يعمل بشكل مباشر. فهذه الزيادة أتت من وقت هؤلاء العمال، فأنت فعلياً تستفاد من العمال بدون مقابل، وهذه هي المشكلة اللي طرحها ماركس. فيقول فعلياً أنت تستغل العامل حتى تكبر هذه الثروة، ولا تعطي العامل الحق الصحيح، أو يعني العمل الزائد هذا الذي يعني أتى بك بفائدة كبيرة للرأسمالية. فيقول أن الربح كله أو الفائدة أو المنفعة كلها تذهب إلى الرأسمالي صاحب المال، ولا تذهب إلى العمال. وأعتقد أن هذه يعني مشكلة كبيرة في الرأسمالي، يعني كلامه صحيح. المشكلة هو العلاج هذه المشكلة، يعني فلسفته طبعا كلنا نعرف الشيوعية هي فعليا امتداد للفكرة الاشتراكية، لكن أخذها إلى يعني حدود أبعد بكثير. فيعني حتى تماما أزال مثلا الإرث، لأن كان الإرث يعتبر أكبر ظلم اجتماعي موجود. الشخص الطفل الذي يولد في عائلة غنية لم يفعل أي شيء للحصول على المال، فيكون يعني عضو فاسد في المجتمع، بينما الطفل اللي ينمو في عائلة فقيرة يجب أن يعمل ليل نهار بس حتى يأخذ يعني كفاف عيش. فبالنسبة له هاي كانت أساس الظلم الاجتماعي، فيجب أن تلغى مثلا الإرث. طبعا هذه يعني مثل قلب نظام المجتمع، هذه فكرة فوضوية، أنت فعليا تحطم كل القوانين الاجتماعية هنا. الخلطأ اللي وقع بماركس هو اعتبار الشيوعية هي النظام المتكامل المطلق الذي ينتهي إليه أو تنتهي إليه المجتمعات الإنسانية من الناحية الاقتصادية، والذي سيوفر السعادة لكل الناس أو أفضل نوع من العدالة الاجتماعية. وهذه خطأ، لأنه لا توجد فكرة يعني مطلقة في التفكير الإنساني، كل فكرة فيها مساوئ ومحاسن. وإذا اعترفت أن هذه الفكرة فيها مساوئ ومحاسن، فممكن أن تحسن، ممكن أن تعدل، ممكن أن تفكر بالمساوئ، كيف تعالج هذه المساوئ. أعتقد أنه خطأ ماركس أنه اعتبر أنه آخر مرحلة في الاقتصاد الإنساني هو الشيوعية، ولا يوجد مرحلة أفضل. وهذه الفكرة يعني هي التي انتشرت مع الأسف في كل محاولات الإنسانية لتطبيق الشيوعية، مع أنها نظام أشبه بالجنة،
يعني أنت تروح على المعمل تعمل أو تعمل في مختبر، تعمل في جامعة، بعدين تروح على السوق تأخذ الطعام وتذهب إلى البيت. لا يوجد مال، لا يوجد داعي للمال. هذه الفكرة مثل تصوير العيش في الجنة، لكن هناك يعني تعارض شديد مع الغريزة الإنسانية. الإنسان لم يتطور بالغرائز ليعيش في عالم فيه عدالة اجتماعية. يعني نحن تطورنا على ملايين السنين، وتطورنا وغرائزنا وجيناتنا فيها كم كبير من الأنانية والعنف والقسوة والمنافسة، ولا زالت هذه الجينات موجودة. مهما تطورت ثقافيا وفكريا، جيناتك لا تزال تدفعك إلى الأنانية والقسوة والمنافسة، حتى ممكن أن تكون منافسة على الموت. وهذا الشيء اللي نراه الآن دائما، أن الغريزة الإنسانية تتعارض مع العدالة الاجتماعية. هذه هي الشيء الذي لم يعالج في في أفكار ماركس. حاول أن يعالجها، حاول أن يقول أنه يا نعم هناك غرائز إنسانية، هناك كذا، وطرح مثلا أفكار حتى تتعالج، لكن لا أعتقد أنه نجح في أفكاره. شكرا أستاذ بلال. خلصت له بعد عندك دقيقتين. دقيقتين طيب. أنا أعتقد أن ماركس من أكثر المفكرين الذي أثروا على الفكر العالمي سلبيا أو إيجابيا. مهما كان رأيك على الشيوعية أو على المادية الجدلية، فهي أفكار عظيمة وشامخة في الفكر الإنساني. والشيء الجميل أنك تفضح الأنظمة الموجودة، وهذا الشيء الذي أريد أن يعني أستفاد منه من أفكار ماركس. ماركس يفضح الإقطاعية، يفضح الإقطاعية القديمة، يفضح النظام الاقتصادي الذي جاءت به الحضارات القديمة، من ضمنها الأديان، من ضمنها الدين الإسلامي الذي يدعون أنه دين اشتراكي، وهذا كله خرط بخرط ليس له أي علاقة بالاشتراكية. فأفكار ماركس تفضح هذه الأنظمة، أنها أنظمة مستغلة مستبدة. فيجب أن نستفاد، يجب أن نتعلم ما هي السلبيات الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية، وكيف نقلل من هذه السلبيات. هذا الشيء المهم والمفيد جدا من ماركس. آخر نقطة، ماركس كان ضد الدين فقط لأن الرأس المالي أو الإنسان الرأس المالي يستخدم الدين حتى يخدر الشعب، حتى يخدر الناس من أن يعترضوا على هذا الظلم. فالدين مقولته المشهورة أفيون الشعوب، فعلا هو فعلا أفيون يخدر العالم حتى يصبر على الظلم، حتى لا يثور. فعنده فكرة الدين هو شيء سياسي، مع أنه كان مقتنع، يعني كان صديق فويرباخ. فطبعا فويرباخ معروف أنه كان يعني عقائديا ضد الدين المسيحي والأديان الإبراهيمية، لكن ماركس أخذ هذه الأفكار بصورة سياسية وليست، لا أعتقد أنه حارب الدين لأنه فقط مثلا أفكار خرافية، لكنه لأنه يؤثر بشكل سلبي جدا على العمال أو على طبقة العاملة المتوسطة مثلا في عدم ثورتها، في تخديرها. ملاحظات مهمة صديقي. فنذهب للأستاذ منصور. معنا أستاذ منصور؟ يمكن هو مشغول. تفضل. اوكي تسمعني بس؟ نعم الصوت واضح جدا، لكن الكاميرا ليش ما تشتغل ما اعرف لها. اوكي بس الصوت واضح يعني حقيقة. هاي مشكلة عويصة، انا هم كاميرتي ما اعرف مدى تشتغل ليش يوم الكاميرات العالم. لا كاميرتي زينة بيها حيل يعني. بس قريبة والله ما اعرف، بس احاول. شيء عجيب يعني، بس شو لحظة ايش في الستين. اوديو كاميرا ها لقيت عرفت السبب. ممتاز. كانت جيت محولة على كاميرا الفيرشوال يعني. يا السلام عليكم، مرحبا اصدقائي، واتشرف بلقاكم مجددا، خاصة صديقي زيرك اول مرة نلتقي. موضوع الماركس، انا ما ادري، عندي خبرة بماركس كثيرة جدا، لكن عندي اطلاع ليس بالاطلاع العميق عليه، يعني عندي أفكار العامة لماركس وبشكل عام. وأنا طبعا كإنسان ماركس معجب به جدا، وإنسان من أعظم البشر الذين خلفتهم البشرية. فأنا أعتقد هو جدير بأن نحتفي به وأن نستذكره وأن نتعلم منه، والبشرية بأكملها خاصة بالقرن 20. طبعا ثلث البشرية تقريبا كانت تتبع أفكاره، و
في فترة من الزمن تقريبا نصف قرن ثلث البشرية كانت شبه تابعة. أنا أتناول الموضوع، راح أحاول أتناوله من طرق متعددة. أولا أتحدث عن سؤال الحلقة، هل كان ماركس مثاليا؟ أنا أعتقد هو كان مثالي ومادي في الوقت نفسه. هو الرجل كان رؤيته للتاريخ، وهي أيضا هاي الرؤية سميت لاحقا المادية التاريخية، هي أيضا نتيجة دعوة هيجل المثالية للنظر إلى الواقع بشكل جدلي. طبعا بعد ذلك هاي صارت على إيد إنجلز ولينين مادية جدلية. هيجل فكر بالمثالية وماذا فعل؟ وضع الأفكار بالمقدمة. أجا ماركس وقلب الفلسفة الهيجلية كما يقال على عقبيها أو على ظهرها، مدافعا عن أسبقية المادة على الفكر. المنطلق الفلسفة هيجل يقوم على ثلاثية معروفة، الوجود والعدم والصيرورة، يعني الماء يصبح جليدا لكن الماء موجود داخل الجليد، فبعد ذلك الجليد يتكون شيء ثالث، مثلث آخر ينطلق من عنده مثلثات تتولد أكثر. يعني معنى أن الجدل مو معناه هو أن الفكرة معها نقيضة، لكن الفكرة هي تتضمن نقيضة نفسها، وهذا يشكل علاقة مثلثة، لكن هذه علاقة صراعية تنتج مكونات جديدة. هنا يعني أنا أشوف أنه بهذا الطريقة اللي قلب بها ماركس رؤية العالم وطرح نظرية للتاريخ ونظرية للرأسمالية، أرى أنه وفر أدوات العالم، أدوات لفهم العالم والتاريخ بشكل ممتاز. أنا صحيح طلعت على ماركس يعني عمري تقريبا بعد ما تخرجت من كلية، لكن وجدت أنه أنا أطبق منهج المادي دون أن أشعر، وما زلت لحد هذه اللحظة وكل إحنا نمارس هذا المنهج، ويبدو أنه هو تشرب ثقافتنا جميعا وثقافة يعني معظم الكتاب والمفكرين والمثقفين في القرن العشرين وحتى يومنا هذا. العلم وماركس هنا الإشكالية، يعني هل نستطيع أن نقول أن ماركس كان يمارس أو يقدم نظرية علمية؟ أنا أعتقد هو قدم نظرية علمية لكن بانطلق على أخطاء كثيرة جدا. كما نعرف القرن التاسع عشر كان هو قرن العلم وقرن الثورة الصناعية وما إلى ذلك، وهاي الثورات هذا الكل كان مسحور فكرة الأصول الأولى للأشياء، أصل الدين مثلا فيورباخ عنده، أصل الأخلاق جينولوجيا الأخلاق عند نيتشه، هذه أصل المادة، أصل الكون، أصل الإنسان، هذا كلها أدت إلى أن يفكر ماركس بأن هنالك نظرية ما أو هناك قوانين ما تحكم الواقع والتاريخ، وهذا أدبي الآن يؤمن أن الجزء المثالي، خلينا أقول بأن الجزء المثالي في ماركس هو الإيمان بالعلم. لكن هنا المفارقة أنه ماركس يعني يؤمن بالحتمية وقدم نظرية نبوئية وجدلية أيضا، وهذا يتعارض مع المنهج العلمي. لا بد أن نعترف بهذه المسألة، الجدل يبحث عن نقاط، العلم ما يحتاج أن يبحث عن نقاط، العلم عنده سيرورة واضحة ويمشي على منهج واضح. يعني هو يحاول وقبل هيجل أيضا حاول علمنة التاريخ، يعني جعل التاريخ خاضع لمناهج العلمية، وأيضا يعني مثل ما احنا علمنا الدين أيضا هناك محاولات لعلمنة الدين، محاولات لعلمنة المجتمع البشري، وبعد ذلك وجدنا السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، صارت الأنثروبولوجيا لجماعتنا والسوسيولوجيا للعقل يعني لصالح الغربيين، وإحنا إن باعتبارنا شعوب من العالم الثالث حصتنا الأنثروبولوجيا. أي أن حاول كتاب أو مفكري القرن التاسع عشر أن يجعلون التاريخ نعم الميكروفون نفت تفضل كمل تفضل أوكي حاولوا أن يعني حاولون التاريخ والاجتماع إلى علم، وهذا القضية خلتهم يفكرون بأنه هنالك قوانين يجب اكتشافها للتنبؤ بالمستقبل. ماركس هنا المشكلة، ماركس علميا قدم تنبؤات بناء على هذه الأسس، وهذا هو ابن عصره، يعني ما لا نستطيع ان نقول انه يعني هو مثل السمكه كما يقول فوكو، يعني فوكو يقول ماركس مثل السمكه اذا طلع من القرن التاسع عشر ما يعيش، يعني فهو ابن القرن التاسع عشر، فهو بالتالي تنبأ اصدر تنبؤات وكلها ما تحققت، يعني هل نقول مع الاسف او لا، بس هي ما تحققت. مثلا تنبأ بانه طبقه البروليتاريا راح تزداد وراح تنكمش طبقه اصحاب رؤوس المال، وهذا امر ما حدث، يعني بالعكس الأمر اختلف أكثر، يعني الموضوع كليا اختلف بعد ثورة المعلومات، ويعني أصبحت يعني موظفين أصبح أكثر شيء طبقة، ظهر طبقات جديدة من عدد الموظفين المهندسين الفنيين الإداريين وما إلى ذلك، وهذا أيضا دورهم أيضا مهم جدا، يعني أهم من دور البرجوازية ومن دور البروليتاريا، يعني لا نستطيع أن نستهين بهذه الطبقات.
أيضا ظهرت شركات صغيرة، هو كان يتنبأ بأن الشركات العملاقة راح تبتلع الشركات الصغيرة. الآن شركة كبيرة في أمريكا أتها شركة يعني كوكبة من الشركات التي تؤدي عملها، أي جهاز تليفون الآن تفتحها تلقاه جزء من تايلاند، جزء من فلبين، جزء من أمريكا، والآي سي مالته مثلا أو البروسيسن مالته من الشركة عالمية، وهكذا. أنتل خاصة هي مشهورة بالبروسيسات. الحكومات أيضا بدأت تتدخل، يعني صار أيضا رأس مالية تطورت وبطريقة سلمية، يعني ليس بالطريقة اللي كان يتنبأ بها ماركس أنه يجب أن نعجل باختصار المراحل الوصول إلى الشيوعية. بالعكس الرأس مالية، يعني أنا ضدها طبعا، لست معها ولا ضد، يعني ما لي علاقة، يعني بس أتحدث بطريقة محايدة قدر استطاعتي طبعا، ربما أنا غلطان ما عندي مشكلة يعني. فنجد أن الرأسمالية تطورت بطريقة سلمية، صحيح هي الآن أبشع من، يعني أنا شخصيا أشعر بأنها بشعة جدا، لأن أنا جاي أشتغل وكل شيء يروح لهم، يعني أنا كأنه ما كش ما أسوي، يعني أول واحد يدفع وآخر واحد يحصل، بيني وبين المسيرتين عشرات الآكلين، يعني يأكلوك أنت تدفع وبعد ذلك تحاول بشكل أنفس تسترجع بعض ما لديك أو بعض ما قدمت. اما فلسفيا، يعني احنا الان قلنا علميا هو عنده مشكله، فلسفيا احنا ما نقدر يعني نطالب ماركس بانه يقدم لنا ادله على صحه نظريته، خاصه عند نظريه بالتاريخ، لكن شبه نظريه. يعني الفلسفه ما تقدم يعني قضايا لازم ان تقدم لها ادله على يعني تنبؤات للموضوع، لكن تقدم تصورات لشيء ينبغي ان يكون، ومن خلال هذا ممكن أن تشتق من عدها أو من رؤاها مناهج علمية وفلسفية وسياسية وفلسفية أيضا. بالتالي المعيار قيمة فلسفة أي فلسفة يفترض أنه فيها منطق، فيها تناسق للطروحات ونظرياتها، ومعها براهين وأدلة قوية. لكن ماذا فعلت الماركسية؟ الماركسية قدمت أحكام إطلاقية بسبب منهجها العلمي المادي الديالكتيكي كما يسمى، وهذا قالت في الحتمية التاريخية، أي أن التاريخ يسير في مسار محتوم وبالتالي وجدلي طبعا، وبالتالي يمكن التنبؤ به. وهي فكرة هي قديمة طبعا من أيام هيراقليطس وأفلاطون، وحتى فكرة أنه المهدي المنتظر أو المسيح، عودة المسيح، وهيجل أيضا طبعا هو أنه عجلة التاريخ تتقدم نحو الروح الكلي وما إلى ذلك. شبينجلر أيضا قدم هذا المجلد، أنا أتذكر قريت انضليت شهر أقرأ بهذا التدهور الحضارة الغربية. تونبي أيضا كثيرين، بس الحتمية بعد ذلك الآن إحنا كلنا نعرف أنها سقطت تحت أقدام النسبية والكوانتم ميكانيك، أيضا مع قضايا علوم الاجتماع أيضا هنا كثير من نبوءات ماركس فشلت، لكن لا يعني أنه ماركس ما له قيمة، يعني هذا شيء لابد أن أنا أذكر فقط النقاط التي تحدد هل كان مثاليا أم كان ماديا او قائما على اسس علميه. فانا كما راينا هو كان يستنجد بالعلم بالطريقه العلميه بالتفكير والماديه واللي هي اصلا نابعه من الماديه، لكن بالنتيجه النهائيه هو قدم تنبؤات لم تكن في صالحه، وقال بانه دائما مثلا من واحده من التناقضات مثلا يقول انه مهمه الفيلسوف مثلا تغيير العالم وليس فهمه، صحيح اوكي يعني، لكن هذا ايضا تتعارض مع مفهوم الحتميه، لانه اذا كان التاريخ محدد سلفا فكيف يمكن لك ان تغير. وايضا هايدغر ايضا اعترض على الموضوع، قال يعني هي مقوله عظيمه انه مهمه الفيلسوف تغيير العالم لا فهمها لا شك، لكن عندما تدقق فيها تجد انه مثلا عندما هايدغر عندما سأله اكو حتى فيديو مسجل شفت له لقاء قصير، قال اوكي اذا انت كيف لك ان تغير العالم دون ان تفهمه، هاي مشكله خطيره طبعا. على كل حال هذا اللي اريد اقوله، ولا عندي وقت له خلاص. وقتك بعد دقيقة، أوكي تفضل. يعني هنالك أيضا يعني الأخلاق التي قدمها نظرية ماركس في الأخلاق، هو قدم نمطين من الأخلاق، أخلاق اليمينية والأخلاق اليسارية، ويؤكد على قضية مفاتها أن كل برجوازي هو يميني ويعتنق القيم البرجوازية اليمينية، وأيضا أن هنالك أخلاق يسارية، وهذا يعني يمجد التقارب الطبقي ويطالب بساعات عمل قليلة والمزيد من الحريات ونبذ الملكية وما إلى ذلك. أيضا فيها إشكالات كثيرة عندما نتفحص بها، نتفحصها جيدا، يعني هو أيضا هو رجل يعني ماركس يعتبر نفسه برجوازي يعني، ولكن يعتنق القيم الاشتراكية، فأيضا نوع من يعني الرد على الموضوع يعني أنه هو نفسه دليل على أنه ممكن أن يكون يميني الطبقة ويساري الأخلاق.
هذه كل اللي أريد أقول يعني. وموضوع الدين هذا طويل ما أحتاج. ملاحظة رائعة جدا بالعكس يعني. حبيتها جدا. أنا أحب أصلاً. أنا أحب أعقب على أستاذ منصور من كارل ماركس قال إن مهمة الفيلسوف هو تغيير العالم وليس فهمه. أنت لازم كنت تعرف السياق اللي حصل به إنه كانت زوجته حامل ورجعت يم أهلها مثل جماعتنا بالعراق أريد أجيب بيت أهلي، فهو بعث لألمانيا، فهو بقى 3 أيام هو وفريدريك إنجلز يسكرون يعني لما نعموا يعني من كثر ما شربوا وكانوا قاعدين بمقهى للفوضويين اللي هو الأنراكية، فبنات حلوات قاعدة حلوة والشرب مثل البغال شربوا 3 أيام. فمن طلع كارل ماركس إنه عمى من كثر ما دخنوا وشربوا وخمرة، شربوا واين أو شوف شنابس وهاي المشروبات الغالية، فأجى على هيج هذا الخاطر العظيم إنه إن مهنة الفيلسوفية تغيير العالم وليس تفسيره يعني تغيير العالم. فأنت لازم تقدر الرجال كان سكران طينة. أنا إذا أوعى هاي المسألة أتعامل معها يعني لا أعطيه حقا. فبنات حلوات والشرب لا بنات حلوات والشرب الحقيقة عنده عنده حوارات مع فيورباخ. كان يقول هو صديقه فكان يقول لفيورباخ أنت فقط تنظر يعني أنت بس تشرح لكن لا تنزل على أرض الواقع أو لا تنزل إلى الشارع وتحاول تغير. فيجب أن تغير. فحاول طبعا فيورباخ لم يكن من هذا النوع يعني لا يريد أن يغير المجتمع وإلى آخره. تدري العفو والتعقيب إلى النقد أو الفلسفة بشكل عام ولهذا كان يريد أن يغير. العفو تعقيب على الأستاذ منصور وصاحبي بلال صديقي الأستاذ بلال أنه بالماركسية في نظرة للطبيعة ممكن يعني ما مطروقة بكثرة. كارل ماركس أو يعني كنظرية الرجل تعامله مع الطبيعة، وطبيعة بين قوسين من أصعب المصطلحات تعريفا، تدخل قاموس إكسفورد بس الله واللي كاتب القاموس يعرف شنو هي الطبيعة. الطبيعة شنو؟ الناس، الجبال، الأنهار. مصطلح الطبيعة من أخطر وأصعب المصطلحات تعريفا. الماركسية تؤمن أنه أنت بما أنه التطور العلمي الحاصل تقدر تمسك الطبيعة تطوعها. لذلك هو ما يؤمن بفكرة جان جاك روسو، فكرة الرومانتيكية، التناغم مع الطبيعة والتناسب. وبوقته هو طلع مصطلح اسمه الصدع الاستقلابي. هذه هي من بوادر جماعة حماية البيئة، هي كانت مقالة لكارل ماركس. الصدع الاستقلابي كانوا معجب بنظام الانتاج الآسيوي، كيف أنه الصينيين يرممون الأرض بالفضلات حتى البشرية يشتروها علشان يعملون مينتنس للأرض. فكرة كارل ماركس أنه الطبيعة تقدر تمسكها وتشكلها، لذلك قال فكرة تغيير العالم. وهذه تدخل في يعني في نقاط خطيرة جدا، فكرة أنه العالم هذا تقدر تمسكها تطوع تسيطر عليه بسبب المكننة. هو ابن العصر الصناعة مثل ما قال أستاذ منصور أنه السمكة ما تقدر تطلعها من القرن 19. كانوا مهووسين بالعلم أنه أنت تقدر تمسك الطبيعة ولأول مرة بالتاريخ تروضها. فلذلك هاي الكلمة اجت بهذا السياق. الماركسيين يؤمنون أنه يقدرون يغيرون الطبيعة، وطبعا نتائج كارثية. عملنا للسدود سوت كوارث، الزلازل مال تركيا بسبب السدود اللي عمله أردوغان، ضغطت على القشرة الأرضية. فمفروض احنا نتناغم مع الطبيعة من شكلها. فأنا ضد هاي الفكرة مال تغيير العالم. لا وانا ايضا من اكثر المقولات هذه يا اساتذه مقوله تغيير العالم وليس تفسيره من اكثر يعني. انا اعتقد هذا جزء رئيسي من التراث الذي بقي حتى اليوم لماركس. من اعظم الاشياء اللي مقوله اعتبرها كل اشياء ممكن نقدها، لكن هاي مقوله لوحدها صعبه شكل صعبة. شكل شيء يعني مدماك قوي كثير احبه، لكن اللي ازعجني هايدغر لما انتقدها قلت هذا ملعون هذا ما ألماني يعني عرب شلون ينقرأ يعني. هو هايدغر يعني أبو دقات يعني معوفة. دكتور قلقامش تفضل. أوكي أولا مرحبا سهيل، وأشكرك على هذه الحلقة وحبي وتقديري واحترامي للشخصيات اللطيفة الحاضر معاك. وعندك وقت إضافي لأن لا خلاص ما بقيت النشي. لا المفروض مودتي وتقديري للأستاذ بلال والأخ زيرك وأستاذ منصور وأخي صديقي سنحاريب، كل الحب والتقدير لكم. لا بس لا بس ما في تستحقوا، إذا أنتم أساتذة من يكون الأستاذ. على العموم أنا
حقيقة راح فقط يعني عندي بعض الملاحظات، لأن أنتم حتى ما نكرر نفسنا، راح يعني فقط بعض النقاط اللي أشرتها على وألتزم بموضوع الحلقة اللي هو بين المثالية والواقعية. يعني نقول إحنا إنه الماركسية نجحت فترة طويلة، لكنها بعدين بالنهاية خلينا نختم إنه فشلت فشل ذريع وأصبحت غير واقعية، لأنه انتشار الفساد الإداري، الرشوة، رغم إنه تباعها الكثير كثير من البشر، ملايين وربما المليارات ودول عديدة، لأنها كانت بالنهاية فلسفة مثالية بشكل زائد على اللزوم. لا، وأيضا بالنتيجة أنه كانت تنطوي على ظلم كبير، مثل ما تفضل بلال، مثلا في مسألة الإرث، يعني الشخص يعمل هو وعائلته، وبعدين لما يتوفى ما يرث أهله، والدولة هي وارث الجميع. بالنتيجة إذا هذا الفكر هو الاشتراكي، خلينا نقول انه يقتل الابداع. يعني خلينا نشوف الانظمه الناجحه باوروبا مثلا، اللي مزجت بين الاشتراكيه من حيث فلسفه التعاون، التامين الصحي، حقوق العمال، المساعدات الاجتماعيه، حقوق الاقليات والمستضعفين، مثلا دول مثل المانيا والنمسا تكلم عنها، وبين الراسماليه اللي تشجع على الطموح، اللي يكون الإنسان مبدع مخترع. يعني الاشتراكية برأيي ما تعطي فسحة للحرية المالية اللي تحمل تجعل الإنسان مخترع مبتكر. ويعني هاي فكرة المصلحة بالإنسان، رغم أنه أيضا الرأسمالية لا إنسانية أحيانا، تجعل الإنسان إلى حد ما طماع أناني، وفكرة الفردانية في المجتمع وعدم وجود مسألة التعاطف والتكاتف الاجتماعي. على العموم أنه الفلسفة والأفكار في تطور ديالكتيكي، أنه ما ممكن نعتبر فلسفة أو فكر معين فاشل أو ناجح مثل ما يقول هيجل. يعني الاشتراكية من جهة بمميزاتها، والرأسمالية من جهة بمميزاتها، اللي يمكن الجمع بين أفضل ما أتت به هذه الفكرتين هو يعطي أفضل نتيجة. لكن الشيوعيين استغلوا أفكار ماركس أبشع استغلال بشكل بشع، أصبحت حتى الماركسية تشبه العقيدة، استغلت بشكل إرهابي، مثل حتى بالعراق ترى وصل مرحلة أنه جزء تعلون عليه هواية من الشيوعيين، وصلت مرحلة قرب تشبه العقيدة، فكر أصبح إرهابي. لكن اليوم حتى تجارب في الشرق مثل الصين ما كانت ناجحة، بس أدت إلى الاستغلال، أدت إلى التخلف. أيضا نقول إحنا مثالية فلسفة ماركس أنه المساواة المطلقة، وهذه تنطوي على مساوئ، أنه واقع على أرض الواقع ما كل شيء اسمه الجميع متساوون بشكل مطلق. وبالنهاية هو صحيح أنه كان ماركس كمنتوج نهائي، وكنت أنا أتمنى أن احنا نتناول هذه الحلقة من هذه الجزئية، أنه ثورة ماركس في نظرية المعرفة. أنا أشوف عنوان راح يكون أجمل، لما انتقل من الأيديولوجيا إلى علم التاريخ وأخذ بعين الاعتبار صراع الطبقات. أنا أحس هذا راح يكون موضوع أكثر متعة، أكثر إثارة يعني، أو أكثر فائدة. لكن موضوعة المثالية في أنه المساواة المطلقة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهو بالنهاية ما أتى بشيء جديد للأمانة، لأنه هو فقط دمج بين مادية فيورباخ وجدلية هيجل. وأعتقد أيضا أنه فلسفة ماركس تحتاج إلى تقييم بنيوي، مثل ما شفت زيرك يعمل تقييم بنيوي يعني أيضا تحتاج وقت وحلقة أطول، لأنه نتكلم أنه مبنية بين الفكر هذا، بين مبنية على الازدواج بين الفكر الاشتراكي الاقتصادي الاجتماعي والفكر الاجتماعي السياسي وفكرة مركزية الاقتصاد. شوف أفكار ترى كبيرة وعميقة تحتاج إلى حلقات طويلة، لأنه الصراع هو صراع ماد يضبط سياسياً بتصرف سلطة الدولة المهيمنة على الاقتصاد الاشتراكي، ونتيجة الإفرازات التاريخية اللي حقيقة كثير للمزج بين النظام البرجوازي والبروليتاريا، أيضاً تخلت عن الدعم المؤسساتي للفردانية اللي اعتبروها هي ضاربة في المجتمع الرأسمالي. رغم أنه أنتم حضراتكم يعني ما حبيتوا تعشرون يعني أو تضعون اليد على موقف الشيوعية من الدين، في المقولة المشهورة أن الدين أفيون الشعوب وغيرها،
أنا ما راح أروح على الدين كفك ك يعني بدرجة أساس، لكن أقول إنه يعني الإنسان بصورة عامة استغل الدين لمصلحته. هذا الفكر يعني، ونحن باعتبار عراقيين رغم أنا أقول اليوم أصبحت من التاريخ الفكر الماركسي، لكن رغم هذا إحنا كل فكرة تأخذ موقعها ودورها بالتاريخ في إحداث تغيير بالشعوب. بالعراق مثلا، بالعراق وسوريا كان أفكار كارل ماركس من حيث تماسه بالدين كان لها أثر كبير في إحداث نوعا ما ثورة فكرية. وين كان تلقف أفكار ماركس؟ تخيلوا في الطبقات الأكثر فقرا، يعني في جنوب العراق تلقى بالناصرية وفي العمارة وفي هذني كانت الطبقات المسحوقة من جميع النواحي. كان أفكار ماركس تم تلقفها وأحدثت ثورة فكرية يعني حتى ضد سلطة رجل الدين. ولليوم أنشأت إن هذا الفكر أنشأنا طبقة خلينا نقول نخبوية، نخبة فكرية بالعراق. رغم احنا اقول لك انه هذه الفلسفة راحت وانتهت واصبحت من التاريخ، لكن ايضا رغم هذا ناخذ الجانب الايجابي بها انه انشأت طبقة اعادت نوعا ما تفكير في سلطة رجل الدين وفي الدين نفسه وفي التاريخ. وانا نرجع الى فكرة الانتقال من الايديولوجية الى علم التاريخ، ناخذت رأس مال أفكار كارل ماركس جعلت المفكرين يعيدون التفكير بالدين من منظار علم التاريخ يعني من حيث نظرية المعرفة وغيرها. وبالنتيجة أنه أفكارك تم تلقفها في الطبقات أو الفئات الأكثر فقرا، الأكثر معاناة، وبالذات مثل ما قلنا في جنوب العراق، وكان لها أثر ملموس في إنشاء طبقات مفكرة وإحداث تغييرات. رغم أنه أنا أقول أنه لما نتكلم انتقال من الأيديولوجية إلى علم التاريخ، بعدين هي نفسها الاشتراكية أو الأفكار كارل ماركس أصبحت أيديولوجية بحد ذاته. ما هي شوف دائما الأفكار بعدين تتغير وتصير شيء مختلف عن ما أراده الآباء المؤسسون، تصبح عقيدة، تصبح أمر آخر. لماذا؟ لأنه أساسا كارل ماركس ما تقبل أن يضع خطة لإقامة الدولة الشيوعية، ما وضع تصور للهياكل اللي تقوم عليها، لكن أفكار الظاهر أنه أصبحت لها أجنحة وامتدادات، وأصبحت بالنهاية بعد أن تم تطبيقها بالدولة الشيوعية مختلفة تماما عن رأي المؤسس. شكرا جزيلا، أنا هذا اللي عندي والمايك معكم. شكرا صديقي العزيز السنحريف، تفضل. مساء الخير جميع الأساتذة المحترمين سهيل والأخ زيرك ومنصور الناصر وبين العلم والخرافة، ونسيت اسمك بلال، عفوا بلال. تحياتي لشخصك الكريم والدكتور قلقامش، طبعا كل المحبة أيضا والاحترام للمتابعين. في الحقيقة في مرة سألوا جورج برنارد شو حول الشيوعية والاقتصاد الشيوعي أو الاشتراكي، فجورج برنارد شو كان يمتلك صلعة ولحية كثة، فوصفها بالشكل التالي، قال جيدة في بارعة في التوزيع، وأشار إلى لحيته غزارة في الإنتاج وأشار إلى لحيته وسوء في الجودة اللي هي رأسه اللي كان يعني أصلعا، فوصفها بهذا الشيء. ولا أعرف هل هو كان ساخرا بهالطريقة بشكل ماذا يعني بها، أنه وصفها بأنه لم يبحث عن الجودة أبدا، كان الغرض هو زيادة الإنتاج والتوزيع. وإلى الآن بقت الدول اللي أخذت الاشتراكية بضاعتها لا تباع بالأسواق، فقط السلاح، وهذه من مساوئ الاقتصاد الاشتراكي. مسألة أخرى، هناك تعارض أو ما بين النظرية والتطبيق، يعني ممكن أنا ألف عشرات الكتب وأنظر في الاقتصاد ولكن على أرض الواقع هل هذه النظرية الاقتصادية سوف تنجح أم لا تنجح؟ الخطأ اللي ارتكبوه
حينما تبنت الاتحاد السوفيتي أو روسيا بعد ما انقلبوا على الحكم القيصري، إنهم لم يعطوا لأنفسهم مدة للتجربة. يعني في البداية مفروض كان يجربون كيف راح يكون، فيشوفون أين مناحي الفشل وأين مناحي النجاح، يعني يصير عندهم تدرج. فهم انطلقوا بعاطفية واستخدموا الدكتاتورية مثل انتقاما من الحكم القيصري. يعني هذه الطبقة العمالية والفلاحين والفقراء يعني كان لديهم من العذابات والآلام التي ذاقوها من هذا الحكم، فبالتالي وما ساقهم إلى حروب فاشلة في الحرب العالمية الأولى، فانتقموا بشكل عارم. هذا الانتقام العمى يعني دفعهم في النهاية ثمن غالي، جاءوا بدكتاتورية أخرى سلبتهم كل ما يمتلكون وجعلتهم عبيد مرة أخرى. المسألة اللي أحبيت أن أناقشها في هذا الجانب، طبعا لكل بلد إلى تجربة في أي اقتصاد، ولكن بعض الدول جربت الاقتصاد الاشتراكي بشكل أهوج مجنون، مثل ماو تي سونغ اللي يعني الثورة الثقافية اللي هو تبادل المهن. تعال أنت المعلم صير فلاح فترة، والفلاح يروح يصير نجار، والنجار والطبيب يروح يصير مزارع. يعني هذا يعني كمان مش معقولة تبادل المهن من باب التساوي، أو يعني أن تذوق نفس المعاناة. فهذه كانت تجربة فاشلة من ماو تي سونغ اللي تسببت في مقتل الملايين لفرض هذا الرأي. ولكن أنا أعود كرجل لا ديني إلى مسألة. نظرة كارل ماركس إلى الدين، اعتبر أن الدين ما هو إلا آلام وتأوهات وآلام الإنسان المضطهد المغلوب أو المخلوق المضطهد، وهو في نفس الوقت هو السعادة المتخيلة لرسم روح إلى عالم أساساً هو بلا روح. ويعني تقريباً يقول أن الدين ودعاة الدين ما هم إلا يعني يحاولون أن يسبحون أو ينظرون إلى آلام الناس ببحر من الدموع، تارة ينظرون هذا البحر من الدموع بشكل خيالي، بشكل فيه جلد للذات، ويحيطون عليه هالة ضوئية. أنت ليش فقير ودت عاني ومريض؟ تعرف ليش؟ الله كتب لك هذا، وهذا ما يروجوه. طيب وأنت ليش غني وملك؟ يقول هذا الله كتب لك عفوا، الله كتب لك أن تكون غني وملك. يعني الدين ما عالج، هو يذكر كان الدين ما عالج حياة الإنسان البسيط، بل أراد أن يقنعه أنك تعيس لأن الله أراد لك أن تكون تعيسا. وعلى فكرة هذه تعاستك، رجل الدين يزوق بالكلام، يريد يحول تعاسته في الحياة، وأنه هذا قدره، وأنت في النهاية راح تنال الرحمة العليا أو المكان العليا عند الآلهة وكذا. فيقول على مدى التاريخ كان الدين مؤسسة نفعية ما بين الحاكم ورجل الدين، وكلاهما يضحكون على الرعية، وفي النهاية يبقى الفقير فقيرا ويحلم يوما من الأيام أن تعبه واضطهاده ودموعه وآهاته سوف تلقى سعادة. ولكن بعد ماذا؟ بعد الموت. وهذه في الحقيقة هو بيع الخيال. إلى الآن أنه نجد حتى رجال الدين في الإسلام يقول له ما يعالج يعني الفقير، يقول له بالعكس الفقراء أول من يدخلون الجنة، والفقراء يعني أحباب الله، يعني ابقى فقير وحظك طايح وذوق المر مش مشكلة يا أخي، في النهاية ربك هو راح يجازيك. هذه كارل ماركس وجد أنه هذه الـ 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 يعني هذه الفسلقة الفارغة من رجال الدين أسست مؤسسة دينية أفسدت النفوس بدل ما كانت تهديها أو تضع العدالة الاجتماعية، أفسدت النفوس بحيث ظهرت طبقتان، طبقة رجال الدين وطبقة السياسية، واثنينهم صار بيناتهم زواج كاثوليكي. يعني ما يعني انت ودائما تجد الى الان في كل دين هناك ترابط ما بين السلطه الدينيه والسياسيه، وكلاهما يتعاونون على ان يبقون هم القمه، هم الرفعه، هم
يعني رجل الدين يعرف أن الحاكم مستبد وحقير وتافه، ولكن على المنابر ماذا يقول؟ اللهم وفق رئيس دولتنا، اللهم عززه، اللهم. طيب هو يعرف بفاسد، ولكن لأنه أيضا أفكاره فاسدة. كذلك نظر كارل ماركس إلى مسألة أنه الثروة في جميع الكرة الأرضية هي ليس ملك للبشر الواحد الفرد الواحد، هي يعني هذه الثروة بكل تنوعها هي ليست ملك لفرد واحد أو مجموعة معينة أو دولة، هي ملك للبشرية كلها، وأن البشرية لا تستطيع الاستغناء عن بعضها البعض. فيعني كان يريد يلقي صيغة كيف أنه نظرية تصير عالمية، وأن الإنسان ينظر لأنه امتلاك الثروة هذا مو معناته أنه أنت راح تحقق شيء، أنت ما راح تحقق شيء لأنه أنت الثروة اللي عندك عن غيرك ما يمتلكها، ولكن في نفس الوقت أنت محتاج إلى ثروة من بلد آخر، يعني وطالب بتعاون أيضا دولي لتبادل الثروات، ولكن ليس بأسلوب الاستغلال. يعني مثلا الدول المصنعة أو المنتجة للبترول هي تبقى تبيع البترول بسعر عالي تستغل وجودها في مكان وعدم وجودها في مكان، يعني كان طالب بهذا الشيء. الشيء الخلل في الدول الاشتراكية أنها سوء في تنفيذ، قسم من يعني نفذوا النظرية خطأ، وقسم من قالوا هي أساسا النظرية خطأ، هي تكلمت عن شيء ولكن تكلمت عن نظرة عامة في إدارة الاقتصاد والعمل، ولكنها تطبيقيا على أرض الواقع لم يكن لديها تجربة سابقة. نقطة أخيرة أضيفها، القرامطة سبقوا كارل ماركس في الفكر الشيوعي، فالقرامطة كانوا يؤمنون بمشاعية الأرض والاقتصاد، القرامطة كانوا تقريبا أول من يعني كعرب في المنطقة العربية أول من آمنوا بالفكر الشيوعي، وحينما سيطروا صادروا كل أراضي الناس وأصبحت للدولة وتوزع بطريقة الحصص. حبي واحترامي للجميع، هذا ما لدي. شكرا صديقي العزيز. شكرا. كان أنا سأطرح يعني كل واحد من عندنا يعني يأخذ 10 دقائق إذا يريد، لكن فقط أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا أنا لاحظتها. يعني هناك كتاب لينين فلاديمير لينين هو بعنوان الثورة البروليتارية وكاوتسكي المرتد، يعني هذا العنوان، حتى العنوان يعني والترجمة يعني هي تمت على يد شخص يعني مترجم شيوعي، والكتاب موجود في موقع الاشتراكي وهو موقع شيوعي عليه كتب يعني رائعة جدا حتى أكون صريح معكم. لكن أنا وجدت أنه الشيوعية يعني أصبحت أشبه بدين، يعني خصوصا في بعد وفاة كارل ماركس، ويعني كما يقول بعض الفلاسفة أنه لا يوجد الفرد إلا بعد أن يموت، يعني لم تكتمل فكرة كارل ماركس كم ماركس الفيلسوف إلا بعد أن توفي، وبعد أن توفي أصبح كأنه مقدس. و لذلك رأينا يعني نفس التجربة حصلت بعد لينين، يعني بمجرد أن توفي لينين أخذوا جثته وحنطوها، ويعني أصبحت تزار، يعني كأنها يعني مزار يعني مرقد الشريف. يعني تخيل عقيدة إلحادية 100% تتحول في النهاية إلى دين وإلى نظرية تعتبر كل حتى من ينتقدها على أنه مرتد وخارج. و يعني حتى لو يعني أقرأ لكم بعض العبارات، مثلا يقول ابتذال الانتهازيين للماركسية، أوليت كاوتسكي انتباها خاصا لكي أثبت أنه شوه كليا مذهب ماركس، وأنه كيف هذا المذهب وفقا للانتهازية، وأنه بين علامة اقتباس ارتد فعلا عن الثورة رغم اعترافه بها قولا. أو في مكان آخر يقول كيف حول كاوتسكي ماركس إلى ليبرالي مبتذل، أو يعني هناك كثير من الاقتباسات في كلامه، نجد أنه يعامل المخالف رغم أنه اشتراكي الفكر. يعني مثلا أنا مشكلتي مع الشيوعية أنها أسست لما يسمى بديكتاتورية البروليتاريا. طيب
من يمثل البروليتاريا وكيف تقرر البروليتاريا من يمثلها، وحتى وهم الطبقة العاملة هذا هو وهم. يعني تخيل هناك شخص يمتلك 100,000 دينار، فنأخذ مثلا أو لنأخذ 500 دولار أمريكي، حتى تكون يعني عملة عالمية معروفة، نسمي هذا الشخص فقير لأن 500 دولار أمريكي ليست بالكثير. طيب هو الجار الذي يعيش بجانبه يمتلك 550 دولار، هل هو بروليتاري أم هو من الطبقة الغنية؟ نعتبره من أي طبقتين؟ هو يمتلك 50 دولار أكثر من صاحبنا البروليتاري الأول، والثالث لديه 600 دولار، وهكذا. ليس هناك حد فاصل بين الانتماء لطبقة وأخرى. يعني ولهذا هو يأتي فيقول ماركس عندما تعامل مع مشكلة كيف نعرف الطبقة البروليتارية في الثورة التي حصلت، ثورة الكوميونات في 1871 بعد هزيمة فرنسا ضد ألمانيا. يعني نشأت هناك ما يسمى بالكوميون في باريس، وهناك جدل هل استعمال كلمة كوميون، هل كانوا هم يعتبرون أنفسهم شيوعيين أم هم كانوا يعتبرون أنفسهم وطنيين عاملين يعني من الطبقة العاملة ولكن وطنيين، وكانوا يريدون أن يحاربوا ألمانيا، لم يعترفوا بالهزيمة. وحتى كارل ماركس نفسه في ذلك الوقت طالبهم بالاعتراف بالحكومة ما يسمى بالبروفيجنال جوفرمنت أو الحكومة الأقليمية التي أرادت إيقاف الحرب والبدء والشروع بالإعمار وعلاج يعني ما حصل. ولكن بعد ذلك اتخذ الشيوعيون هذه المقاومة التي فشلت، طبعا الكوميون الفارسي فشل ذريع وقتل منهم الآلاف، اتخذوها كنموذج للمقاومة واعتبروا أنه لا يوجد حل ثالث، أما إما أن تكون شيوعي بروليتاري وتحارب وتقف ضد حتى هؤلاء يعني يسميهم مرتدين منافقين، يعني تعبير ديني ينفع، وأن البرجوازي والأرستقراطي وهؤلاء كلهم يعني أعداء وشريرين ويجب أن نقضي عليهم. مع العلم أن كارل ماركس كما تفضل الإخوة الحاضرون كان هو نفسه منتمي إلى عائلة برجوازية، يعني هو يعني حتى لا ينتمي إلى طبقة العمال، يعني والده كان محامي وربما لديه أملاك، وحتى كارل ماركس كان ينتظر أن يرث من أبيه بعض المال لكي يحل مشاكله. يعني هذه القصة معروفة في حياة كارل ماركس الذي كان اقتصاديا ضعيف، وكان إنجلز يقدم له الكثير من المال كمساعدة لأنه كان يملك معامل ومصانع، يعني عائلة إنجلز كانت أغنى من عائلة كارل ماركس. فهذه الحقيقة أن مؤسسي الشيوعية أنفسهم لم يستطيعوا الهرب من هذه الحقيقة الواقعية. لا توجد عدالة مثالية في العالم، هناك عدالة نسبية في كل شيء. لديك نقطة صديقي تفضل. منو؟ أستاذ منصور. خلص انتظر مداخلة عندي بس سريعة. يعني هذه كانت ملاحظة سريعة، أنه الشيوعية للأسف عندما تتكلم عن بروليتاريا الآليات ليست واضحة، أنه من ينتخب من يمثل البروليتاريا، ولماذا تكون هناك دكتاتورية، يعني أي تصنيف سواء البروليتاريا أو غير البروليتاريا، عندما تحولها إلى دكتاتورية أنت تعطي طبقة معينة من الناس الصلاحيات لأن يصبحوا كما كان يعني حال مع البرجوازيين. شكرا، هذه مداخلة. لا أوكي، أنا عندي فكرة. أنا أقول إنه ألي الكلام ولا؟ نعم تفضل. يعني كثيرا ما يقال بأنه الماركسية والشيوعية تحولت إلى عقيدة وهي شيء قريب للدين، وأقول لا بأس، شنو المشكلة؟ يعني خلي تكون دين، خلي تكون عقيدة، يعني ماكو مشكلة. يعني إحنا لأن إحنا لا دينيين مثلا أو عندنا موقف من الدين الموجود أو الموروث، فبالضرورة أنه كل دين هو سيء، لا خلي يطلع دين جديد، أهلا وسهلا، ما في مشكلة. يعني
يعني مو مسألة أنه هي طوطمية أنه هذا أنا أكرهها وما أريده وأن كل دين، هي الأديان كلها لها معناها ولها اسمها ولها وضعها. فبالتالي أنه الماركسية أو شو عندما تتحول إلى عقيدة لا بأس، لكن المهم وين، والمهم أن تكون عقيدة صالحة لزمانها أو عقيدة صالحة للتطبيق. وبالتالي هو حتى نرجع للأصل، الأصل الموضوع هو كله شنو هو، هو عندنا احنا الآن هنالك شخص اسمه ماركس، مفكر وفيلسوف عظيم، وهو علامة من علامات البشرية الكبرى وإلى تأثيره الضخم. هو رجل درس الوضع الواقع الذي هو عليه والواقع البلد الذي هو فيه، وواقع وقرأ وطلع على كل شيء، وحتى كتب شعر وكتب قصة قصيرة أيضا. فالرجل يعني عنده رؤية، قال أنا لدي مقترح، قدم نظريته وقدم أفكاره وقدم فلسفته واستعان بما هو موجود، استعان بالأطروحة الاقتصادية بآدم سميث، استعان بجون لوك، استعان بروسو، استعان برودريكو وغيرهم. فهو قدم نظريته، يعني هو الرجل قدم ما عليه. لكن بالنتيجة احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول انه هو قدم شيء عظيم وكبير، لكن ممكن نقده. هو ايضا هو نفسه ينتقد نفسه، هو نفسه يراجع نفسه دائما. وعندما تطلع بعد ذلك تصير عقيدة، خلي تصير عقيدة لا بس no problem. أنا أختلف معك، يعني أنا في رأيي إنه قصدي إنه إحنا العقيدة هي أولا وثانيا ستكون موجودة، يعني إحنا مو نتطير منها، لا هي موجودة. يعني أنت شئت أم بيت كل ما بالأمر إنه هذا الدين الجديد أو العقيدة الجديدة تكون مرنة flexible، تكون واقعية، تكون قابلة للتغيير، قابلة للتطوير، قابلة لأن لا تتحجر وتتحول إلى صنم يجب أن يتعبده الجميع. هي القضية بأكملها أنه إحنا جماعة بشرية نجتمع معا. زين صديقي منصور، يعني أنت برأيك أنه لا نحتاج الدكتاتورية البروليتاري، يعني حسب كلامك؟ لا هو قدم نظريته في زمنه، نعم، لكن كانت نظرية واشتراح عظيم. قال انه الناس كانوا يقدمون مقترحات انه الشيوعيه، كثيرون قدموا افكار الشيوعيه، الشيوعيه ليست من ابتكار ماركس ولا الاشتراكيه ولا الماديه ولا الجدليه ولا كلها ممالاته من ايام افلاطون موجوده يعني. لكن هي القضيه وين، هو قدم مقترح، قال اني نظريتي وهذا طبق المنهج العلمي وطبق المنهج التفكير الفلسفيه وقال هذا خلاص. فعد اخطاء لابد، يعني هو كان خطا وين، هي يعني المشكله، المشكلة هو أصيب بفكرة وجود أصل لكل شيء. هي فكرة هاي قديمة من أيام طاليس. طاليس إجا هي بدأت الفلسفة قال إن أصل كل شيء هو الماء. إجا بعدين الفلاسفة الحكماء السبعة كل واحد قدم نظريته. هاي الفكرة بقت موجودة في معاش الشيء، يعني دمرت المجتمعات، دمرتنا، خلتنا دائما نفكر بأن هناك حل سحري. حتى يجي واحد يقول لك القرآن كتاب يقول لك هذا فيه كل شيء، هو هذا الحل الوحيد. يعني فكرة الأصل هي فكرة سحرية، فكرة طوباوية بدائية يجب أن نتخلص منها، يجب داخلة بكل تفاصيل حتى بالكلمات بالحوار بالفكر، هاي يجب أن نتخلص منها. الأصل ماكو داعي. إجا ماركس يعني الرجل قدم مقترح هذا على الاقتصاد أصل كل شيء، لكن حقيقة لم اتضحت أنه الاقتصاد ليس أصل كل شيء. الدين طلع أيضا إلى علاقة بالموضوع، العلم إلى علاقة بالموضوع، المعرفة إلى علاقة بالموضوع. فأنا إحنا نتشدد بأشياء يعني نفصل بين الحقائق بحيث نضيع علينا السالفة وندخل في نقاشات لا جدوى لها، يعني نضيع نفسنا بقضايا ما لها معنى. على شنو؟ لا هي القضية واضحة، أنا هناك جماعة بشرية سواء يعني جنس بشري لديهم مشكلة، كيف يجتمعون معا، كيف يشكلون نظام للعلاقات فيما بينهم، كيف يربطون بين بعضهم البعض، لأن احنا مجبورين نربط مع بعضهم، ما عندنا حل آخر. هي هاي جوهر المشكلة. اجى ماركس قدم فكرة جبارة قائمة ليس على فكرة أنه أنا مع يعني مو فكرة أخلاقية، لا فكرة علمية. قال هنالك جدل معين، هنالك مثلا فائض القيمة، هنالك السلعة، هناك البضاعة، هنالك الطبقات، هاي كلها تتداخل مع بعضها، لكن تداخلها مو مجرد تجميع في صندوق وطلع لك خلطة يعني، لا هي أكو في صراع جدلي. قدم نظرية على هذا الأساس، نظرية عملاقة كبيرة مهمة بها اخطاء، طلعت التاريخ اثبت بان فيها اخطاء. يعني مثل ما انت سويت تنبؤات بالجو، الان كانت انا في زاوية، قبل 10 سنين 20 سنه كنا صعب نتنبأ بعد 10 ايام، لان فاكتورات كثيره جدا ما تقدر تحسبها.
هو قدم في قرن 19 تصور جيد بناء على المعطيات الموجودة. الرجل كان باحث لا يصدق في هالمسائل، كان يدقق في كل شيء وأي معلومة يجمعها في سبيل أن يقدم نظرية متكاملة. هذا الشيء يجب أن نفهم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه الآن إحنا عندنا مشكلة، مشكلة إحنا علينا أن نقدم في هذا الاتجاه نظرية جديدة قائمة. نظرية ليست مثالية، لا هي ما دامت النظرية أكو فرق بين النظرية. المشكلة هي أنت عندما ما معنى النظريه يعني، هي اصلا هاي لازم نناقشها يعني. فهاي راد لها واحده قضيه يعني نقاش يعني، ما معنى تقدم نظريه على شنو يقدم؟ فتح حلقه كامله لهذا اي يعني، بس هو انت ليش تقدم نظريه؟ معناتها انت تريد تقدم، انت مثلا تريد تطلع مثلا تروح تاكل لك مثلا جوعان مثلا، لازم تضع نظريه للاكل يعني شلون راح تاكل يعني. ما ممكن تروح تاكل يعني مجرد الاكل يجيك، بس مجرد فكرت في الاكل راح يجي الاكل عليك. لازم تضع نظريه، تروح تطبخ، تروح تتمشى مثلا او تقعد مكان معين. هاي وضعت منهج يعني، هي طريقه لفهم العالم ربما. لا مجبور، مو بكيفك يعني. انا عندي نظريه اسميها ثابت، هي هذا. فانت لازم تثبيت، لازم تثبت شيء وتنطلق عليه. فهو عندما وضع نظريه وضع الرجل قضيه. بالتالي يعني الموضوع الآن هي هنا المشكلة الخطيرة. الآن أصبح أكثر تعقيدا مما كان في زمن ماركس. علينا أن نفهم هذه المسألة. ماركس قدم مقترحة في زمن كان أقل تعقيدا، الآن الأمور تتعقد لها بشكل لا يوصف، ونحاول أن نفهمها، نحاول أن نجمع الفاكتورات. فالمهمة الآن مليون ضعف يعني، لا ما يعني ما أكد أرقام، بس مضاعفة جدا لفهم ما يجري. أما أن نتحدث عن الدين، الدين الآن هو إلى دور، لكن المشكلة أنه هل هو هذا الدين نفسه اللي إحنا فاهمينه؟ من يقول أن هذا الدين هو نفس الدين الموروث؟ هل من يقول أن هذا الدين الموجود الآن الذي يشاع وينتشر ويجري ترويج، يجري الترويج له، هل هو نفسه اللي كان بيان محمد؟ لا، حتما لا. هل هو كان نفسه بيان أبو حنيفة؟ لا. فبالتالي أمور متداخلة. أنا ما إحنا ما نتشبث بمسألة معينة وبعدين نجي نناقشها ونقول لا هي كذا، ونقيم على أساسها معارفنا وخبراتنا أعتقد الأمور يعني ما يحتاج التشدد، يحتاج الانفتاح الأكثر، وخاصة بالمفاهيم والكلمات. يعني الموضوع ما هي ما يخلص. أترك لكم شكرا. خليني شوف بس آخر الدور تاعي. مظاهر أنا دائما أخذ دور المختلف، خليني أختلف مع أستاذ منصور. حقيقة أنا أسخن الجو ترى، مو بس حبيبي. هو من حيث المبدأ احنا ما عندنا إشكالية في مساهمة نظرية ماركس أو فلسفة ماركس كنشاط إنساني أو في نظرية المعرفة أو في تطور المعارف الإنسانية، نظرة الاقتصاد والمجتمع، ما في مشكلة. أساسا هي نعم كانت حاجة في وقتها. إشكاليتنا اللي تكلموا بها الزملاء مسألة تحول هذا الفكر إلى عقيدة، لا هنا اختلفنا. يعني أستاذي العزيز دائما عندما تتحول فكرة معينة اقتصادية أو سياسية إلى عقيدة أشبه بالدين، راح نكون هنا النتيجة هي صراعات، النتيجة هي كره، مثل ما الحلقة السابقة تكلمنا عن الكراهية. خلص يصير بعدها كيف؟ ما إحنا من خلال هذه النظريات الأفكار نريد حلول للمجتمعات، ما نريد صراعات. النتيجه ماكو يا فكره الاصل نفسه. فكره الاصل تقول ان هنالك اصل وهنالك حد، ان اثنين ما موجودات. احنا موجودين في عالم مصر يشتغل عليه. خلينا نسمع دكتور دلقامش بعدين. عموما على الواقع، على ارض الواقع، الواقع هو اللي يحكمنا. النظريه كيف تثبت مدى نجاحها او فشلها؟ من خلال التطبيق. تحول فكرة الأفكار ماركس والشيوعية والاشتراكية إلى شيء أشبه بالعقيدة، ما هو ولدنا صراعات على أرض الواقع، وهذا اللي ما نريد. هذه مآسف تؤخذ على النظرية بالتطبيق تثبت مدى فشلها أو نجاحها. أيضا تعقيب بسيط يعني، أنه اللي ممكن نعترض عليه بالفلسفة الماركسية وأعتقد الكلاسيكية، مثل أعتقد ببلال وضح هاي النقطة، أنه من حيث المبدأ ما في أو ماكو إمكانية لأي تصور أو تعريف مفاهيمي مهما بلغت الدقة أن يملأ الواقع التجريبي. العملية معكوسة، يعني ارتباك الواقع، القلق الكامن فيه، هو اللي يجبر العقل على صياغة المفاهيم.
هاي الديناميكية هي اللي تجعل هذه المفاهيم قابلة للتطبيق، الإدارة، الحياة، تصبح مداخل للفهم. لهذا احنا مثلا احنا ايضا لما يعني كنت اتمنى فعلا ان نتكلم عن نظرية المعرفة، تحويل نظرية المعرفة الى نظرية اجتماعية هو اول امر محل نظر. يعني هذا اللي حبي اتعلق به، واشكركم شكرا جزيلا. استاذ منصور استمر 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 في هذا النهج. لا 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 عادي، لا انا فعلا هي على فكره المتعه بالاختلاف وليس بالاتفاق، ودائما الاختلاف هو منبع الابداع. لا انا ما اخذ من حصتك يعني، بس هو ابدا 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 لا فقط انه اقول انه الصراع هو خليه يكون موجود لكن على اسس جيده. هذا الصراع هو بالعكس مفيد يعني، لا يعني والعقائد ايضا مفيده يعني، ولا اللي ما وجدت واللي ما لو لا وجود عقيده لما تشكلت المجتمعات اصلا والجماعات والاديان، يعني كل شيء ينفرط يتحول الى شيء ما لا قيمه له. هذا قصدي فقط. هي لا مشكله في الاختلاف. الاختلاف ما عندنا مشكله بالاختلاف. انت شوف وين قلت، المشكله لما تحول الى صراع، لا هنا صارت هاي الفلسفه غير مفيده، ولدت لنا صراعات، ولدت لنا مشاكل. اما نحتاج لا عادي، لا واحد يتعارك ويا صاحبته ويا زوجته يعني شنو المشكله يعني؟ صراع احباب هذا وليس صراع عقائدي. صراع جدلي. اوكي بدال تفضل طريق بدال. طيب مداخلة ختامية، الفكرة ان لما نتقارن بين تجربة الشيوعية والتجربة الرأسمالية خاصة بالقرن العشرين طبعا، تشوف ان الاثنين مروا بعواصف شديدة. الرأسمالية ليست النظام الناجح اللي تراه الآن أو بالشكل اللي تراه الآن، لأنه مر بكثير من الصعوبات، من انهيار السوق المالية بنهاية العشرينات إلى تعويم العملات بداية السبعينات إلى الانهيار الآخر بنهاية الثمانينات إلى آخره. وهناك حتى يعني صارت نوع من النظرية أو التوقع أن الاقتصاد راح ينخفض في تقريبا كل 10 سنوات، وراح يقوى كل 10 سنوات، وتصير مثل السايكل مثل الدورة، وكلما يضعف الاقتصاد كلما يصير كثير من البطالة، كثير من المعاناة، كثير من المشاكل الاجتماعية. يعني أنا دائما أشوف وحاول أشوفها من التاريخ، ليش الرأسمالية بقت لكن الشيوعية انتهت؟ وتحضرني فكرة مهمة جدا قالها إريك هوفر بكتابه المؤمن الصادق. هو باحث في علم الاجتماع مشهور جدا، كتاب مؤمن الصادق بالخمسينات كتبه. فيقول أن إذا زادت حرية الرأي وزادت الليبرالية، حرية أو تقديس الفرد، راح تقل العدالة الاجتماعية وراح يصير هناك فرق ما بين الطبقات. وإذا زادت العدالة الاجتماعية راح يصير هناك قمع لحرية الرأي، قمع لحرية الفرد، وبالتالي قمع للإبداع، الإبداع الفكري. الإبداع الفكري يأتي من الفرد لا يأتي من المجتمع. إذا عندك مشكلة عويصة في أي فكرة إنسانية، الشخص اللي راح يحلها هم أفراد فكروا بطريقة مختلفة مثلا، أو نقدوا الشيء الموجود بطريقة جديدة. الأفكار الجديدة تأتي من أفراد قليلين، قد تشوفهم مرفوضات مجتمع، وليسوا تفكيرهم ليس مع تفكير القطيع، ليس مع تفكير المجتمع كله. فأعتقد هذا هي فكرة هوفر، أن الليبرالية تزيد من حرية الرأي وتزيد من الإبداع، العدالة الاجتماعية تقلل من هذا. ربما هذا هو السبب، لأن الاشتراكية أو الشيوعية هي قمة العدالة الاجتماعية. يعني إذا تريد أقصى حد ممكن للعدالة الاجتماعية، الشيوعية هي أقصى حد ممكن. فربما لهذا مثلا الحكومات الشيوعية كلها تحولت إلى دكتاتورية وقمعت حرية الرأي. أيضا ربما لنفس نظرية الجدلية المادية، أن كل نظرية، كل فكرة إنسانية هناك تناقض يكبر داخلها، وهذا التناقض راح يكبر بحيث يحطم النظرية الأولى الأم ويكون نظرية جديدة. هذه حسب التسلسل التاريخي، التفكير التسلسل التاريخي لماركس. فربما خافوا أنه
يطلع نقيض من النظرية الشيوعية ويحطم الشيوعية ويحولها لشيء آخر ربما، لكن هذا هو الشيء الذي أبقى الرأسمالية على قيد الحياة، لأن الرأسمالية أيضا فيها كثير من المشاكل. يعني لا تفكر، لا تظن أن الرأسمالية منظومة يعني ناجحة جدا لأننا نرى نجاحها الآن، لا، الرأسمالية فيها مشاكل عويصة وصعب جدا أن تحلها، لكن استطاعوا أن يتغلبوا عليها، قد لا يتغلبوا 100% لكن تغلبوا على الأقل، ويعني لا زالت على قيد الحياة. أعتقد أن حرية الرأي هو الذي يولد يعني هذا الشيء الذي يبقي النظرية على أو يبقي أي فكرة على قيد الحياة، الشيء الذي لم يكن موجود في النظم الذي طبقت الشيوعية. لكن تبقى يعني تبقى أنه يجب أن نأخذ منها الأفكار المفيدة، وأعتقد هذا الشيء مثلا اللي وصلت إليه الدول الإسكندنافية اللي حاولت أن توازن ما بين الاشتراكية وما بين الرأسمالية، لكنها تبقى دول رأسمالية وليست شيوعية. الدول الإسكندنافية رأسمالية بحتة، لكن تطبق أفكار اشتراكية وتحاول أن تقلل من الفروق بين طبقات المجتمع. فهذا يعني هذه الفكرة اللي حبيت أوضحها. شكرا طبعا لسوشيال. شكرا صديقي. زيرك تفضل. بالطبع المداخلات كانت رائعة، وهذه هي جماليات الحوار. أنا ما أسميه جدال، لأن الجدال هو أصلا معناها جدال الأفاعي، تتجدل على بعض، تحاول تتغلب على بعض، لكن هو هذا جمالية الحوار، أنه تفتح آفاق حتى بالنسبة لي كانت غائبة. يعني أنا راح أتكلم من ناحية هيستوريكال. أوافق بلال على فكرة الحرية. المشكلة أنه كارل ماركس ترى هو بس ألف كابيتاليزم جزء واحد وتوفى يعني ب83، بس قبل يتوفى كان طبعا عانى من خسارة عائلية فادحة، زوجته ماتت، أولاده كلهم ماتوا بحياته فعليا. يعني الوحيد اللي باقي بالنسبة لكارل ماركس قصة أنه كان عنده علاقة مع الناني الخدامة. لا أعتقد عنده بنت بقيت، يعني هي بقيت. تفضل. كارل ماركس قفل، اللي كمل البقية الأجزاء هو إنجلز. هذه حقيقة، يعني إلى أن توفى إنجلز من 1895 كارل ماركس ما وضع نظرية حكم نهائيا. آخر مراسلات بينه وبين إنجلز قال الشيوعية هدفها واحد، نفس شعارات الثورة الفرنسية، الرخاء والسلام والحرية. من حصلة الثورة البلشفية بغير كل المتوقع، كانوا يتوقعون تصير أما بريطانيا مصر بألمانيا، لكن صارت روسيا بعد هزيمة فادحة من قبل الجيوش القيصرية ضد الألمان، واللي خسروا بها 600,000 فلاح مسكين تم سوقهم سوقا إلى الجبهة، وهذه تكلمت عليها بوحدة كتاب اسمه مهازل التاريخ. كارل ماركس ما وضع أي نظرية للحكم، كان مؤمن أنه الشيوعية بعد ما زار الجزائر كاستياف وسياحة شاف أن المجتمع الجزائري مختلف كليا عن المجتمع الألماني أو الفرنسي أو البلجيكي أو البريطاني، فقال للشيوعية يجب أن يكون لها عدة أوجه وتراعي البيئة اللي هي عايشة بها. المكان اللي عايش به هو مختلف عن النظام اللي بألمانيا وبريطانيا، وغير توقعهم النهائي أنه ما تصير الثورة في دولة إقطاعية تشتغل على المحراث اللي يسحبها حصان، يعني اللي هي روسيا. قضية أنه كان يؤمن ماركس ما كان عنده فكرة لحكم الدولة، كيف تتشكل مؤسسات لحكم الدولة. ليلين مصر انتصرت الثورة البلشفية ب27 إلى أن اختالتها واحدة من البنات اللي كانت تابعة لشيء يسموه الشيوعية الزراعية أو الاشتراكية الزراعية. من 17 إلى 24 كانت الاتحاد السوفيتي يعيش أوج الحرية. يعني تخيل أنه حتى حقوق المثليين كانت محفوظة، تخيل. كان عندهم فشي اسمه نيوز ثياتر، أنه يمثلون الأخبار أمام الشعب. هذا المسرح ما بقى للأسف، يسموه نيوز ثياتر. كان الناس تقدر تشوف حتى الأميين تشوف الأخبار، يعني تشوفها بتمثيل، وهذا فشي رائع يعني. ما بقى إلا في بعض الحركات الطبيعية المسرحية الآن يعني. الحرية هذه امتدت إلى أن مات ليلين وإجا ستالين، وتعرفون القصة، الصراع بينه وبين تروتسكي. تروتسكي كان يؤمن بالأممية الرابعة، أنه الثورة الشيوعية تعم العالم. ستالين قال نكون واقعي، إحنا ما نقدر كهرباء ما عندنا في الاتحاد السوفيتي. ليلين من مات قال نريد الخبز والكهرباء. فعليا ليلين جمع كل البطاريات الموجودة في موسكو علشان يولع لافتة مكتوب عليها كهرباء روسيا. الجهود الشيوعية في تطوير روسيا كانت عظيمة، رفعتها من الدول الدرجة الرابعة سنة 17 تشتغل على محراث يجرى إنسان، إلى 57 أطلقوا قمر سبوتنيك، وهذه كانت معجزة. أنت تتكلم عن 40 سنة.
تحسبتي النقل المستوى الحياة الروس من الصفر إلى المية، مقابل للأسف غلطات ستالين الكارثية هي بقمع الحريات وخلق فكرة اسمها الواقعية الاشتراكية. حتى بالأدب ما وجدنا أديب روسي عظيم إلى أن جانا باسترنيك صاحب دكتور زيفاغو وسولجستين صاحب أرخيب الشيطان. وافق بلال على فكرة أنه الشيوعية عملت عدالة اجتماعية لكن نسيت شيء مهم اللي حذر من عند دوستويفسكي. دوستويفسكي بعبقرية، دوستويفسكي كان شيوعي طوباوي أو اشتراكي طوباوي، من دخل ويا جماعات الطوباوية الاشتراكية الروسية قال أنتم نسيتم شيء واحد، كانوا مؤمنين فكرة اسمها القصر البلوري، الناس كلها تشبع، الناس عايشة بأمان، عايشة بمدن نظيفة. قال لهم في شيء واحد نسيته، حرية الإرادة، إنه الإنسان ما يحب ينفرض عليه نظام، ما يحب. سوف يحطمون القصر البلوري وسوف يحطمون القصر الكريستالي، الناس تكره إنه إنسان يجبرهم على نظام معين. فقال إنه الاشتراكية الطوباوية هذه فاشلة لأن نسيت إرادة الإرادة الحرة عند الإنسان. الإنسان في واحدة من التجارب ناس عزلوهم بغرف، خلوا جنبهم جهاز كهربائي طالع بوايرين، من الملل قام يكهربون نفسهم، قام يستمتعون بالألم. على فكرة الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستمتع بالتدمير فعليا طبيعته، من أجل فرض رؤيته، أنا موجود، أنا أغير الواقع بمزاجي، أنا متحكم بجسدي، متحكم بواقعي. هذه الخصلة موجودة عند الإنسان، الإنسان أنه إنسان كائن كرياتيف. كرياتيف أنه مثل ما يقول شكسبير، أني أحببت كل ما حطمت وحطمت كل ما أحببت. الشيوعية نسيت العامل النفسي عند الناس وبدأت تعاملهم بأتمتة، وهذه الأتمتة مدمرة. الناس مش أرقام، مش جداول، مش إحصائيات. نظريته ممتازة بالاقتصاد، لحد الآن بجامعة هارفارد يدرسون كابيتاليزم، رأس المال، قانون المعدل الميل للربح للانخفاض، الرأس مال الاحتكاري، التروستات، الفكرة الكارتالات، كارتال صغير تروست بعد أكبر من عنده. هاي النظريات كلها صحيحة. المونوبولي، المونوبولي، رأس المال الآن ناجح لأنه هو احتكاري. عندك سامسونج، عندك آيفون، في عشرات الشركات الصغيرة إنجازها بالسوق يتراوح بين 0.1 إلى 1. منو عندك؟ أونر هي ابنة شاومي، وشاومي ابن ريدمي، هم ثلاث شركات ماسكين العالم، وعلى مستوى الرقائق يعرفون الجماعة إنتل هي ماسك العالم، لأنه هو الجهاز الوحيد اللي قطع الشيبسيت بس عند شركة إنتل، وممنوع يشتغل بي صيني روسي وابن حرام كوري شمالي، ممنوع. هاي الصناعة مالتنا ما تطلع، مونوبولي احتكارية. أيد بلال فكرة الحرية. وأستاذ العفو سهيل من يتكلم على كاوسكي، كاوسكي ستالين العفو كاوسكي ماركس، ماركس وزائد الليلين كان يوصون أقرأ له لكنه حقير. يفتهم كاوسكي صار ديمقراطي اجتماعي، وانتم تعرفون حضرات السادة الديمقراطية الاجتماعية هي ماركسية، لكن تؤمن بالعمل داخل نفس المنظومة الرأسمالية بالبرلمان، صعد نوابنا يبدأون يغيرون الواقع من تحت. وللأسف بالطبع الديمقراطيين الاجتماعي موجودين بالنمسا، موجودين في ألمانيا كفكرة، موجودين حتى بالتجمع الاشتراكي العالمي، يعني هذا التجمع اللي يجمع كل الأحزاب الاشتراكية. الديمقراطية الاجتماعية عالم آخر، يعني كاوسكي مال أنه تغيير المنظومة من الداخل كما عمل الأخوان المسلمين بالبرلمان، ودخلوا وسووا حزب وصعدوا مرسي. بالطبع الديمقراطية الاجتماعية اندثرت الآن، تحولوا إلى يمينيين أكثر من اليمينيين، فهو المشكلة كان مع الكاوسكي أنه تحول إلى ديمقراطي اجتماعي. كثير من الأجنحة في حزب الديمقراطي ديمقراطيين اجتماعيين اللي يؤمنون أنه تغيير الدولة من الداخل، أعطى بعض الامتيازات لبعض المجموعات الصغيرة بالمجتمع. أؤيد بلال فكرة للأسف الأنظمة الشيوعية وفرت رفاهية عالية بالقياس للسابق، لكن نسيت أنه الإنسان كائن متمرد. ولا ألبير كامو ألف واحد من أعظم كتبه اللي هو اسمه الإنسان المتمرد، عبارة عن مقاطع صغيرة عن كل حركة تمرد فعل، كل تمرد حصل بالعالم بالتاريخ من أيام شو اسمه هذا أبو العبيد سبارتاكوس، سبارتاكوس جندي وداكل حلو عبارة عن مجالد وتحول إلى ثورة. هذه من عيوب، مش من عيوب النظرية، عيوب التطبيق ونسوا. أما فكرة هل الشيوعية تناقض نفسها؟ نعم، عندنا فالتر بنيامين شيوعي نمساوي، مع الأسف لو كان مستمر بالحياة انتحر بسبب ظرف معين. فالتر بنيامين
نقد فكرة الحتمية التاريخية. قال التاريخ ليس دمية يحركها الصانع من فوق. عند جرامشي نقض فكرة البنية الفوقية والبنية التحتية وتكلم عن الثقافة المضادة، أنه في تأثيرات متبادلة. ماركس ما كان يؤمن بهذا الشيء، كان يؤمن بتأثير الشلال للبنى الفوقية. لا، في علاقة جذلية بين الاثنين. جرامشي نقد ماركس وأحيا الماركسية. ماركسية ماتت كتنظير الأولى قبلة الحياة. جرامشي كان هو قبلة الحياة للماركسية. وبالطبع هذا النمساوي أو المجري شو اسمه، صاحب كتاب تحطيم العقل، للأسف نسيته، تحطيم العقل، المجري، نسيت اسمه مع الأسف، أيضا عمل فكرة الوعي الطبقي، عمل نقلة عظيمة للشيوعية. الشيوعية حسب كارل ماركس علم متطور لا يجب أن يجمد. بسبب مطالعاته للمجتمعات العربية في الجزائر في المغرب اكتشف أن نظريته لا تصلح هنا، أنه لازم كل إنسان إلى نظرية إلى طريقة للعدالة الاجتماعية تختلف عن بقية الدول. ما يصلح للنمساويين لا يصلح للجزائريين، لا يصلح للعراقيين. وهذه كارثة العراقيين أيضا اللي تكلم عنها كارل بوبر، فكرة التقليد الإطار. إحنا علشان نصير شيوعيين عراقيين ربينا شواربنا مثل ستالين، وشو دخل أو لبسنا وكنا نشد خيوط حمراء بالباسكل. أنا شيوعي، أنا شيوعي. عزيزي، الشيوعية هي عدالة اجتماعية، وأنت تناطح ويا الحكومة. الشيوعية مثل ما قالها تيري إيجلتون الماركسي البريطاني المعاصر، هي الضمير أو القرين أو الشيطان الذي صاحب الرأسمالية. شقد ما في رأسمالية إحنا في بيدنا ننقدها، ننقد إحنا وجودنا نقدي. هل نعرف نأسس دولة؟ كذب. سلافاي تشيك شيوعي للنخاع، يصيح ماركس ماركس، يقول لك أنا ما عندي بديل، ليش نضحك على روحي؟ أنا راح أحتفظ بدوري كناقد لهذه المؤسسة، ما عندي شغل حق. لأن نقدي ولد الويلث، ويلف ستيت، دولة الرفاه الاجتماعي، ولد أنظمة أكثر رحمة بالفقراء، ولد دعم للطبقات، إصلاحات. ولد أيضا إصلاحات قوية. بس أنا كشيوعي ما عندي بديل، ما عندي، أكذب عليك ما عندي. زائدا قصر عمر الشيوعية أثر في تجربة الرأسمالية. عمرها لو نرجع على الماركنتالية والاستعمار، أنت تتكلم عن 500 سنة من الصعود والنزول والعشرات من اللابس الانهيارات. الشيوعية 70 سنة. إحنا ما عندنا تجارب، عندنا تجارب مشرقة كانت بتشيكوسلوفاكيا واللي وأدها الشيوعيين الروس بال 56، ثورة معروفة، الثورة ما صارت ربيع براغ، كانت ثورة. عندنا شخص عظيم مثل كيتو عمل شيوعية خاصة به، قال أنا ما بلزم أمسك بروليتاريا وما أتعامل مع الغرب. لا، حتى ستالين قال أبعث لك جيش يحميك، قال شيئان لا يباعان، الوطن والحرية. أنا ما أقدر أبيع رقبتي إليك وتجي تحميني. أنا إلي نظام شيوعي خاص بي، كان تعامله مع الغرب جيد، يأخذ قروض من بنك النقد الدولي. أيضا تشاوسيسكو كان يأخذ قروض من بنك النقد الدولي أو صندوق النقد الدولي. الشيوعية كميكانيكية نقد، أما حياتنا القصيرة ما خلتنا إلا في بعض اللمعات. النظام النموذج التشيكوسلوفاكي كان رائع، مزج جيد بين دعم الفقر، دعم مؤسسات الدولة، دعم الشرائح الضعيفة بكونها ضعيفة، التجربة اليوغوسلافية. لكن عمرنا ما يتجاوز 70 سنة مقابل 500 أو 600 سنة من الرأسمالية، فهم يتفوقون علينا بعشرة أضعاف من الخبرة. هل أكو ثورة شيوعية جاية؟ احتمال كبير، لأن أنا عايش بأوروبا، الفوضويين أقوياء هنا، مع كل أزمة تصير اقتصادية ما تقدر نطلع من عندها، تبدأ أصوات ماركس تعلى. بال 2008 رأس المال كان بريطانيا ينباع علشان توسد بيه السرير، يعني إذا كرسي مال الرجل مال فراشك مكسور كان رأس المال فخيد 5 مجلدات. فكان بدأت كتبة تنباع بكمية هائلة يعني، وبي بي سي سوت استفتاء أعظم في الأسبوع. ماركس أيضا جاب فكرة عظيمة لي براكسس، دمج العملي بالنظري. ما نقوله بالكتب كذب، تجي تطبقه بأرض الواقع مختلف كليا. اللي اعتقد دكتور سنحاري بتكلم بي او وافق الرأي، انت تتغني اني وبروليتاريا، واصلا مصطلح البروليتاريا انتهى، لان هذا احنا بعدنا دا نقرأ ادبيات مال الحزب الشيوعي العراقي بالعشرينات والثلاثينات ايام فهد، ما في بروليتاريا، انتهت. كيمونة باريس هي كيمونة ثورة حقوق ومطالب. الخبازين رادوا دوام اقل، لا هي شيوعية ولا هي بطيخ، ما نقدر نعتبرها ثورة شيوعية. والشيوعيين اعتبروا كيمونة باريس فتشي هي بداية أول ثورة شيوعية، لا هي ثورة حقوق عظيمة.
من الأفضل أن يقلد كيمون باريس، اللي كانت ثورة حقوق وخلقت لنا مفاهيم جديدة ما كانت موجودة، مواطنين يطالبون بحقوقهم، والنتيجة كانت هي تطبيق أفكار لويس بونابارت الثالث ويوجين هولسمان اللي هو حطم باريس حمودة الثورة تتوقف، بناها من جديد، وبعدين السان سيمونيين راحوا بنوا القاهرة على نفس ستار باريس. هاي قصة أخرى وبحث آخر. شيوعية هي الضمير، الشيطان، الوسواس الخناس. إحنا موجودين ما دام موجود الرأسمالية ننقدها إلى أن نشوف تجربة، يجوز بحياتنا ما راح نشوفها بس يجوز في تجارب جاية، ما دام هذا الفارق الطبقي الهائل الحاصل، ما دام هذا الفقر المرعب اللي دا يحصل، عندك ناس يحصلون باليوم عندك 20 أو 30 شخص يملكون بقدر 4 مليار بشر. في ثورات جاية نعم، لكن لازم تكون أكثر فرش، أكثر واقعية، ولازم إلها بدائل. كارل ماركس كان يعتبر الرأسمالية ضرورة حتمية في تاريخ الإنسانية، بدون رأسمالية ما في بشر. يمدحها، يمدح الاستعمار البريطاني اللي أخذ الهند، قال طلع دولة من القرون الوسطى ووصلها إلى القمة، تخيل مع الظلم اللي عملوه البريطاني. رأسمالية مرحلة ضرورية جدا ولازم تستمر، لكن دورنا هو تعديل المسار كضمير. هذا رأيي، إلى أن نكتشف طرق إدارة جديدة، مؤسسات جديدة، أحوال جديدة. وهذا هذا كلامي، وأنا أشكركم بالطبع، فتحوا لي آفاق جميلة جدا. لا بعد يعني فعلا هو وأنا اسمي زيرك، يعني لازم معناها اسم الشاطر بالكردي لازم أقول الشاطر إيه بالكردي معناها الشاطر. صح. فأشكركم إيه أشكركم أشكركم جدا إيه، وإلى لقاء نشكرك نشكرك جدا. ولازم أترخص لأنه تدري أنا قاعد بكم، عندنا أوقات محددة يعني ما أقدر أطول. أنا أيضا أترخص، شكرا للجميع ونراكم بألف خير، وشكرا للموجودين والحاضرين، شكرا طبعا أستاذ سهيل على الدعوة بالله وعلى الاستضافة. مع السلامة. مع السلامة. تفضل أستاذ منصور. مايكروفون. أوكي خلاص شديتها. لا لا يعني تفضل. ها بعد البث؟ نعم نعم كلمة أخيرة إذا عندك تعقيب. لا هو كلام ممتاز، يعني أنا أعتقد بأنه طرح الموضوع الماركسية هو مهم جدا، والشيوعية وفكرة ماركس وكل ما طرحه. يحتاج فقط أنه إحنا نتناول ما يخصنا إحنا كشعوب شرقية أو عربية، أو ما زلنا من طبقة مختلفة عن السابق، عن السائد في العالم. هنا عندنا المشكلة الكبيرة، احنا ما حدا ما جاي نفهم العالم بأكمله، ماذا يجري في العالم، بيننا وبين هذا العالم حاجز كبير يفترض أن نفهمه جيدا. عندما نجي نرى ما فعله ماركس بالقرن التاسع عشر ونناقشه، نكتشف بأنه ما ناقشه ماركس نحن وازلنا بعيدين عنه إلى حد بعيد جدا. هنا المشكلة الخطيرة عليه. أنا أقول أنه هنالك صراع الماركسي وما أسميه الصراع الشرقي، يعني عندما يتناول واقع العالم ماركس في زمنه وضمن القرن التاسع عشر وفي أوروبا الغربية تحديدا، كان يرى بأن هناك صراع طبقات بين طبقتين، طبقة الملاك وطبقة الرأسماليين وطبقة البروليتاريا. القضية بالنسبة لنا مختلفة تماما، احنا ما عندنا انتاج اصلا حتى نتحدث عن صراع بين طبقات. بالتالي انا ارى شخصيا انه الصراع لا يقوم بين الطبقات كما يقول ماركس، ولا حتى في السيطرة على وسائل انتاج السلع، انما في السيطرة على وسائل انتاج السلطة. احنا مشكلتنا الاولى والاخيرة كشعوب شرقية عربية اسلامية، مشكلتنا الاولى والاخيرة هي السلطة. ما عندنا هاي، عندنا هذا الهوس المدمر القاتل بقضية السلطة. بمعنى معنى أنه مجمل صراع الشرقي يكمن ليس في الطبقة، التقسيم الماركسي الطبقة الفوقية والطبقة التحتية، لا، إحنا مجمل صراعنا ينحصر في الطبقة الفوقية. أما الطبقة التحتية كما نعرف كما لمسنا هذا من خلال الواقع، دائما ترى نفسها جزء تابع للطبقة الفوقية وعليها اتباع. وبعض يقول لك نحن أتباع المذهب الكذا، نحن أتباع الصدر، نحن أتباع السستاني، نحن أتباع الولي الفقيه. الطبقة التحتية هذا واجبها، طبقة لها علاقة بحضيرة الدين. فبالتالي إن لما نجي نطبق إشكالات خاصة بالماركسيين وبالشيوعيين والرأسماليين، فنحن في يعني في بون بيننا وبينهم بون شاسع.
بالتالي إذا كان هناك طبقات داخلنا، في طبقات بين راعي ورعية، هذا التسمية صحيح. التفكير يعني منهج التفكير الذي نحن عليه هو يدور حول هذه المسألة، كيف نتجاوزها؟ هنا السؤال الخطير وهذا أساس. عندما نتجاوزها بعد ذلك نقدر نتحدث عن أنه هنالك صراعات جديدة ستنشأ بين المنتجين، بين الرأسماليين، بين الطبقات العاملة أو الشغيلة وما إلى ذلك. بالتالي هاي هنا المشكلة، هذا وسببها أنا عندي تفسير لها، سببها بأنه إحنا ما زلنا شعوب يعني ما بعد البدائية وما قبل الحداثية، يعني شعوب وسط قرى وسطية نقدر نسميها. وهذا سببها أيضا الأعمق بأنه إحنا شعوب ما زالت يعني عندها عقل محدود، عقل الشرقي والعربي خاصة عقل محدود، عقل ليس عميق، عقل كما يتهمنا الغربيون طبعا خاصة برنار لويس وأيضا قبل رينان، يتم بين العقل الشرقي وعقل ذا بعدين ديمينشنز، يعني تو ديمينشنز، يعني مو ثلاث أبعاد، ما صح. نعم 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 تو ديمينشنز بالضبط. إيه فدائما أنا عندي حلقة سويتها عن المفاهيم، شوية حلقة ثقيلة الدم، يعني إحنا شعوب لا تستطيع أن تنتج مفاهيم، فبالتالي إذا ما تنتج مفاهيم خاصة بك والمفاهيم تجعلك ترى العالم، أن تعيد تصنيف العالم، إذا ما تصنف العالم يبقى مجرد خلطة، يعني شيء صورة متداخلة غير محددة المعالم مشتبكة، وظل ضايع دائما طول حياتك تشعر بأنك منتمي إلى قطيع فقط ديني، وعليك اتباع التعليمات والآيات المقدسة والتعليمات المقدسة التي يقولها رجل الدين. رجل الدين هو محور العالم، العالم بالنسبة أنه مجرد رحم ديني، نحن نولد في هذا الرحم ونتغذى من ما يقوله رجل الدين وآيات رجل الدين، هي هاي القضية. هذه المشكلة الكبيرة اللي ولدت لنا إشكال آخر عندما استقبلنا ماركس، استقبلنا أيضا بأي طريقة، وفق طريقتنا الشرقية، فهمنا المختلف، فتحولت إلى دوغما، يعني ما نقدر يعني عقيدة. صارت عقيدة، هو أيضا موجودة أيضاً العقيدة، لكن الفرق وين؟ العقيدة التي تبناها السوفيات مثلا أيضا هم أتهم الأرثوذكسية، يعني خشنة جدا، السلافية الأرثوذكسية جدا خشنة وأقسى من الكاثوليكية إلى درجة بعيدة طبعا، أتهم حدية، لكن النوع تختلف عنه، هم عندهم الدوغما مالتهم تنطلق من الواقع، هنالك مساحه للسلام، هنالك مساحه للتفكير للعقل، لكن احنا على الاطلاق لا يوجد مكان للعقل، العقل هو اداه حمار، يعني تاخذه غائب، يعني تنزع مثل هذا النعال، تنزع باب المسجد وتدخل. فاحنا بالحقيقه العقل هو حمار، ننزع باب الحياه، باب العالم، باب الوجود وندخل، ومن لا يفعل هذا فهو زنديق كافر وما إلى ذلك. هذا التفكير يجب أن نتجاوزه، فكيف نفكر؟ يعني مثل واحد يفكر هو بالقرن السابع أو بالعاشر الميلادي ويستعين بمناهج وأفكار لها علاقة بالقرن الواحد والعشرين أو العشرين أو حتى التاسع عشر، كله كثير علينا يعني. نحن لا ندخل القرن التاسع عشر في الشرق الأوسط. إيه يعني أنا رأيي النهائي إنه إحنا أقرب ما لوصف غرامشي. غرامشي قال هنالك طبقة مهيمنة، أعتقد ينطبق علينا فقط هذه الرؤية، رؤية غرامشي يقول هناك طبقة مهيمنة، هاي الطبقة المهيمنة هي صفة المجتمع، هي التي تتحكم بالآخرين، وهذا يعني وهذا بعد ذلك تتولد عنها استغلال اقتصادي، إن كان هنالك ما يسمى اقتصاد بالمعنى العلمي لدينا حاليا، وحتى عبر التاريخ نحن لحد الآن ما واصلين مرحلة علم الاقتصاد، ما واصلين مرحلة علم السياسة، وما واصلين مرحلة علم الدولة، يعني أنت ذكرني قبل هؤلاء جميعا، قبل هؤلاء ذكرني بصورة مضحكة، أنه واحد رسم صورة محل مكتوب عليه الله الرزاق مغلق لأنه عدم توفر عمل، يعني هو هذا اقتصادنا. لا لا طبعا هو أنا برأيي أنه فعلا الله هو الرزاق، معنى الكلمة الله هو الرزاق، لأنه هو أنت الفكرة الله هو الدولة والسلطة الكلية، هو ما هو الله هو بالنتيجة، يعني هو معنى رمزي، يعني هو الله السلطة، فبالتالي أنت الجماعة البشرية يحكمها حاكم ومتسلط سواء باسم خليفة، باسم رجل دين، باسم فقيه، أي اسم كان، فهو هذا اللي يمثل الله، نحن نلتزم بشريعة هذا الحاكم أو الإله، فبالتالي من يرزقنا هو هذا،
يعني هو المتدين عندما يقول الراسخ هو مو غلطان يعني. يعني أنا أدعو دائما إلى فهم عقل المتدين. عقل المتدين هكذا يفكر أن الرزاق هو فعلا الله، لأن يعني الله بالنسبة له هو مثل يعني الله هو كلمة يعني أو مفهوم حال حال المال. يعني المال هل هو موجود؟ لا يوجد شيء اسمه مال. الماء دي محاضرة هي فكرة صح، هي بيع المال. بس أنت عندما تتحدث مع شخص يقول لك، يقول هل المال موجود؟ يقول لك طبعا موجود. يعني هل هذا، هل هنالك شك؟ بس هو عندما تدعو له التأمل تقول له وين المال؟ يعني هل هناك شيء يعني موجود؟ عندما تطلع بالشارع تلقى مال بال يعني مثل ما تشوف هو ورق، ورق أو وحتى مو ورق، لا لا الورق هو العملة. صح. يعني المقولة أقول أن الله هو العملة الروحية والمال هو العملة التي أيضا عملة ذهنية لكن تتحول إلى عملة نقدية. هنا يعني نقدية تشكلها على شكل معدن، الآن صارت العملة أرقام، مجرد أرقام، رقم تدوس عليه، واحد يدفع 100 دولار مثلا تدوس دقمة رقم وصار منه خلص. يعني ما يحتاج لا تروح لا تشيل فلوس بجيبك ولا خردة ولا هاي. يعني المهم هاي الفكرة مالتي، أنه إحنا مشكلتنا نحتاج نناقش قضايا احنا يعني محتاسين بها. هذه القضيه يعني ماركس الان هو بالعالم الغربي اصبح يعني جزء من الماضي. بقت هاي الفكره العظيمه مالته انه الفلاسفه والمفكرين وجدوا لتغيير العالم وليس لتفسيره فقط. فبالتالي هاي الكلمه العظيمه اعتقد هي الشيء الحي العظيم الذي بقي من إرث ماركس ومن دأبه وحرصه واخلاصه لتقديم ما يراه صحيح لإدارة شؤون البشر ولتنظيم حياتهم. شكرا لك دكتور قلقامش. معنا دكتور قلقامش. طيب حبيبي أنا معاك، أنا لن أطيل، هي كلمة أخيرة وهي خلينا أريدك تطيل زبدة الكلام لأن الحلقة كانت طويلة. إحنا بالنهاية أنه يجب أن نأخذ دوما بالحسبان في أي رؤية علمية شاملة للتاريخ مسألة التحول الاجتماعي، لأنه ذهنية التنظير للتحول الاجتماعي تنقذنا مما يسمي ماركس بالسقوط الدائم المشترك. لما نسأل أنفسنا اليوم أنه إذا كانت المفاهيم الماركسية تساعدنا في فهم أنفسنا بتغيير العلاقات الاجتماعية، أنا أقول أنه يجب أن نتعلم من الغث والسمين من تجربة ماركس الفكرية. المفروض أنه نوجه نفسنا من خلال وضوح تصوراته، وبنفس الوقت يجب أن نحذر بشكل جدي من التكاليف السياسية المتبعة من المفاهيم الماركسية. وهذا آخر مداخلة لي، وشكرا جزيلا أخي سهيل لك ولكل ضيوفك الكرام ولكل متابعينا. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء، ويعني هذا موضوع كان رائع، و أعتقد أنه يمكن حتى في المستقبل نعمل أكثر من حلقة حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في بث مباشر آخر.